الخير لكل مشاهدينا، واهلا بحضراتكم وحلقه جديده على الهواء مباشره من ستات ما يعرفوش يكذبوا. ارقام تليفوناتنا لكل اصدقائنا من كل انحاء العالم هتظهر حالا على الشاشه، لكن من القاهره 23 23، وبعد كده كل تليفوناتنا هتكون موجوده على الشاشه. ومساء الخير لمنى، ومساء الخير لاميره. مساء الخير فيدا، مساء الخير يا من كل مصر. 23 23 في ارضي، عشان كمان عندنا ارضي اهو من خارج مصر، وعندنا الارضي يعني الناس اللي ما عندهم محمول يقدروا يكلمونا، واللي ما عندهمش ارضي يقدروا يكلمونا، والخارج مصر خلاص. المحكمه اتنورت يا استاذ. ماشي، عشان انا بس حبيت اقول لحضرتك يا المحكمه اتنورت. ها هنتكلم فين النهارده يا استاذه اميره؟ قول لنا. هنتكلم في الـ في في, الـ في شكل الاسره المصريه الحديث، الشكل الحديث للاسره المصريه. انت شايفه ان هو اتلخبط؟ ها؟ انت شايفه ان شكل العيله مختلف؟ العيله اللي هي انا بسميها زمان، كنت بسميها عيله الزيت، اللي هي العيله اللي بتطلع في الاعلانات تلاقي الجد والجد، عارفه اعلانات الزيت اللي على بطاقه التموين يعني؟ لا، اعلانات الزيت الجد والجده والاحفاد والبتاع اميره اديني امثله اكون انا يعني من فضلك. اكون عيله الزيت ايه؟ عيله الزيت دي بقى؟ طب اديني فرصه اعبر. اتفضلي. لما بيعملوا اعلانات في رمضان عن الزيت، يجيبوا سفره فيها جد وجدة وأطفال وخالات وعمات وأحفاد، وتلاقيهم عائلة سعيدة نموذج محلقة. أيوة صح. فأنا كنت زي ما أنا أقول فين عيلة الزيت دي؟ ما عادش في عيلة زيت، بقى في عيلة فندقية، الأسرة الفندقية زي أوروبا، بيد أند بريكفاست، بي بي، فطار ونوم. مش عارفة أنا أميرة ليها وجهة نظر جامدة جدا، أو هي بتتكلم صح جدا. نص البيوت اللي موجودة دلوقتي عندنا بقت البيوت عبارة عن تلاجة، تخش فيها كده تحس في برودة في البيت، لا في مواعيد أكل تجمع الأسرة مع بعض على ترابيزة واحدة، ولا في مواعيد بينا وبين بعض نقعد نتكلم بالليل ونشوف بابا عمل إيه وماما عملت ايه النهارده والولاد عملوا ايه وقابلوا مين جداد. لا، تحس دايما ان في الاسره دي مشتته خلاص، بقت كل حاجه بتجمعنا هو السرير اللي موجود في الاوضه، ان كانت اوضتي، ان كانت اوضه بابا وماما، ان كانت اوضه اخويا، خلاص دي اوض بتخش نقعد نقفل علينا الباب، وكل واحد عايش حياته في ملكوته في اوضته. من فتره حذرونا وقالوا خبراء العلاقات الزوجيه بلاش تلفزيون في اوضه النوم عشان بيشتت العلاقات، بيخليش في حوار تلفزيون. دلوقتي بقى بيدخل معاكي ايباد، وبيدخل ايفون، ومش عارفه تليفون المحمول. كل التكنولوجي دخل في الحياه بوظها بصراحه. انت عارفه بمناسبه الايباد والتكنولوجي دي، اول ما دخلت على الفيسبوك كان بيلفت نظري حاجه غريبه قوي. كابل متجوز، انا عارفه انهم متجوزين، والساعه 12 بالليل مثلا. طب انا قاعده فاضيه بكتب على الفيسبوك، هما الاثنين كل واحد داخل من الحساب بتاعه وبيرغوا مع الناس كانهم مش في بيت واحد. فمره سالت يا جماعه هو انتوا متطلقين؟ قالوا لا. قلت لهم انتوا قاعدين في بيت واحد؟ قالوا ايوه. قلت لهم طب كل واحد بيتكلم، طب ما بتكلموش بعض ليه؟ لا، والافيه ان ممكن الزوج يقول حاجه فالزوجه تعقب عليه او العكس. انت عارفه يا اميره، ما بتكلموش بعض ليه؟ احنا حاسين ان الاسره المصريه فقدت الحميميه اللي بينها وبين بعض. بقى دلوقتي الاب اول حاجه بيعملها بيصحى الصبح يفطر ينزل على الشغل، ما بيفكرش، كان كل دوره في الحياه هو ان هو يجيب فلوس للاسره دي. اول ما يقفل الباب الام اهم حاجه تعملها تليفونات بقى، وصاحبتي سوسو وتوتو ومومو ونزلوا عملوا شوبينج فين وفين، ونعمل الاكل وخلاص. ويجي يتخانق بقى الاكل ما تسخنش والاكل ما تعملش. سيبك بقى، مش بس كده، ادي ده كده الاب شايف نفسه، وادي الام هي كده اول حاجه عملها قفل الباب راحت مكلم في تليفونات واصحابه. ايه المخاطر الولاد بقى؟ ممكن لا مش بس هنا الولاد يجوا يعملوا ايه؟ الولاد يجوا السلام عليكم ماما، ما اشوفهمش بعد كده خلاص، دخل على الكمبيوتر. نفكر الناس بحاجه كانت بتحصل لغايه فتره قريبه. ايه بقى؟ اولا الاسره المصريه كلها كان عندها مهم جدا قصه فطار يوم الجمعه. يا اميره، مفيش فطار شويه لحد الى حد ما موجود. انا اعرف بيوت كتيره جدا لسه بتفطر مع بعض يوم الجمعه. عشان كده تلاقي رمضان امسك بيوت بتفطر مع بعض. تلاقوا رمضان شهر مهم جدا في حياة المصريين، لانه هو الشهر اللي كل الناس منتظمة بتاكل في ميعاد واحد. انت صح، دلوقتي الاب بقى بيرجع من شغله ياكل في ميعاد، والعيال تيجي تاكل لانها احنا نازله او زي اي حد تاني. صح، كل واحد فينا عنده مواعيد شغل، كل واحد فينا بيخش الشغل، كل واحد يخش ياكل ويمشي، المطبخ موجود بنغرف وناكل، والميكروفات والاكل البارد والسندوتشات والكلام ده. خليني اقول لكم حاجه، تفتكري زمان لما كان باباكي موجود ومامتك واخواتك كنتوا تقعدوا تعملوا ايه على السفره؟ لا بصراحة كنا بنقعد نضحك وكنا بنتكلم وبنتكلم في حاجات كتيرة جدا. يعني أنا فاكرة إن اللي أنت قلتيه ده يوم الجمعة، إفطار الجمعة،
كنا فاكره ان فيه يبقى الفول والبيض والجبنه ونصحى واللي نايم مخلل وبتنجان مقلي واللي نايم يقعدوا يعني كان يقعدوا اصحي اصحي الفطار 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 واصحى فعلا قبل الصلاه ولازم نفطر كلنا مع بعض ويبتدي البيت ياخد شكل غريب يوم الجمعه بيبقى شكل ان كلنا موجودين كلنا في نفس بعض انا بحب قوي كده غير يوم الجمعه بعض. تفتكري مثلا وانتي في ثانوي وبابا وماما واخواتك ونقعد على ترابيزه كنا زمان بناكل مع بعض تقريبا 6 مرات في اليوم سوري 6 مرات في الاسبوع ما انا كنت بتعملي ايه كنت تقعدوا تعملوا لا ايه لا طبعا يعني الضحك زي ما بتقول مفيده القفشات الضحك الفكاهه دي بتعمل نوع من السعاده والبهجه وفي بيوت على العكس عايزين نتكلم على البيوت الكئيبه يعني في بيوت الضحك فيها مفيش صمت مش موجود خالص يعني غير الصمت يعني كمان مفيش ضحك مفيش فرصه عمليين جدا مفيش فرصه وكانوا بيتهموا كمان الزوجه اللي بتشتغل ان هي مش فاضيه ومفيش حوار فيها لا طب الزوجه بتبقى قاعده دي المصيبه بتبقى قاعده في البيت وما عندهاش فرصه للحوار مع اي حد في الاسره يمكن بتاكل لوحدها وكل واحد بياكل في اوضته على سبعين انا كنت بشتغل وكنت عامله نظام لطيف قوي مع بناتي زي الازرف كده خلونا نقول للناس انت الازرف ده انت قفتينا من نص الناس بيكلمونا على الازرف كنا نقعد اما نقعد هنبتدي ناكل كده نقعد قبلها ب10 دقايق وخلاص والاكل بيتحط وكل واحد يحكي اجمل حاجه حصلت له النهارده واوحش حاجه حصلت له النهارده ده مهم قوي واحنا قاعدين كلنا فخلاص بتدي كل بنت من بنات تحكي حدوته واحنا يعني نعقب ونتداخل واختها تنصحها والصغيره تقول للكبيره كده قوي شويه ضحك هو ده المطلوب غير كده تعرفي عن عيالك ايه لما يخشوا الباب ويقفلوا الاوضه وذاكري ونامي بدري وهتصحي بدري اقول لك حاجه انت فتحتي موضوع تاني مهم جدا ده غياب الحوار الغياب غياب الاسره عن بعض وغياب الحوار ما بين الام والاب واولادهم شجع الجواز العرفي اللي موجود في الكليه شجع دلوقتي كل المصايب شجع الولد ويقول كل اسراره بقى الولد اسراره وحياته كلها مع اصحابه مش معانا مش مع الاب والام البنت حياتها كلها يا اما على الفيسبوك مع اصحابها يا اما على التليفون مع صاحبتها يا اما مع صاحبها طيب. لو هي مصاحبه منى قالت اوقات كتيره جدا بيبقى موجود منى قالت على الاسره الكئيبه انا بعتبر ان اهم معالم الاسره الكئيبه الاسره البارده يعني ساعات الاقي مثلا واحده تقول ايه اصل والدي اصل والدتي مفيش ماما مفيش بابا مفيش ها وبعدين الحميمية دي لا بياخد بعض بالاحضان ولا يبوس بعض بيت كده بارد تلم كده مفيش بوس مفيش احضان مش انا طويله عريضه كده ولسه بقعد على رجل ابويا وياخدني بالحضن كده واحس ان الدنيا بقت 100 فل و10 لا ده عيال اصل والدتي قالت لي واصل والدي نبه عليا خلاص اول ما قال والدي ووالدتي بقى في حواجز وبحار من البرود الأسرة المصرية كانت زمان حميمة جدا ماليش أنا في الواحد ماليش أنا عندي ود إيه؟ على طول يعني في كل المستويات وفي كل الثقافات إحنا تحسي غرباء تحت سقف واحد للأسف للأسف وعايزين نحط يعني عندك كم تلفزيون في بيتك تحت حكاية الغربة في كل أوضة بيبقى فيها عندك كم تلفزيون في بيتك كتير ما كل أوضة كل أوضة أنا فضلت سنين بس إلا عندي تلفزيون واحد في البيت في الليفينج روم على فكرة ده صح هنقعد كلنا وهنعمل توافقات يعني أنا عايز أتفرج على الماتش ومين عايز أتفرج على المسلسل أنا زيك بحرس كده هنظبط بعض هنتشارك في ده انتي صح حتى لو كان كتير أو كل واحد عنده في أوضته لكن بس كلنا بنتشارك في الليفينج عارفة ليه أنا ملاحظة اللي أنت بتقوليه أنا دلوقتي لما أجي أخش البيت مثلا بخش مثلا بعد شغلي وكده متأخر ألاقي مثلا والدتي بتتفرج على المسلسلات التركي طبعا والدتك عشان بس ما اقولهاش ود على الهوا انت زعلان مامتشي مامتشي لا ود بتتفرج على ايه على المسلسل التركي قاعده بتتفرج فطبعا انا ما اقدرش افتح بالذات فاطمه مكسره الدنيا تمام اجي بعد كده اجي اخش على الليفنج روم الاقي منى قاعده بتتفرج على حاجه تانية خالص في التلفزيون فاذا البيت انقسم اهو دلوقتي اجي انا اعمل ايه لا انا عايزه اتفرج دلوقتي ولا انا مودي انا عايزه اقعد اتكلم مع حد لا اروح اقعد لا وانت جايه ضيفه هتضايقيه وانت جايه ضيفه شويه أيوة مش فاضيه انت في شغل انت دخلتي ان انت خلاص بقى ده هم كلها 3 4 ساعات ولا انام لي شويه كده هتيجي بقى تغير لنا بقى التلفزيون بقى وتغير القنوات على كيفها مش معقول يعني ده غلط مهما كانت التكنولوجيا النهارده في حوارنا في حلقتنا النهارده عايزين نقول ان في خطر جامد جدا في حته البيوت الفندقيه البيوت الفندقيه او الاسر الفندقيه دي احنا محتاجين ان احنا ننتبه ليها مش وحش ان يبقى عندنا في كل اوضه تلفزيون عندنا الانترنت عندنا الايباد بتاعنا حاطين بيسمعوا اللي هم عايزين يسمعوه يتفرجوا على اللي هم عايزين يتفرجوا لكن لازم نعمل لنفسنا وليهم وقت
نتكلم نعرف احوالهم عامله ازاي، بيفكروا ازاي، ايه اللي عاجبهم ايه اللي مش عاجبهم، الا واذا بجد زي ما اميره هيجي في وقت من الاوقات الاقي بنتي داخله تقول لي حضرتك يا فندم يا زي حضرتك يا اتخاي، عارفه انت لو الله هو انت جيتي حاجات كده مين حضرتك عندنا. لا احنا كمان ما بنعلمش الولاد، يعني مثلا كان زمان من المستحيلات المليون ان حد يصيف لوحده، يعني احنا بنصيف مع بعض ونعيد بينا بنعيد ونعيد مع بعض. النهارده تسمعي كلام كتير، راحة مع اصحابي فين، هعيد، هسافر يوم العيد مش عارف انا بتضايق قوي من الحته دي. الكلام ده احنا كمان ما بنعلمش عيالنا فكره ان يعني هم طبعا احنا بالنسبه لهم كبار ودمنا تقيل، ومعظم الامهات علاقتها باولادها اوامر، ما تعملش اعمل ما تعملش اعمل، فطبعا قاعده سم لما يبقى كل القعده من اولها لاخرها ما تعملش واعمل. لازم في لحظه ننزل لسن ولادنا وندردش معاهم في العبيط، ندردش معاهم في كل حاجه هم بالظبط، ونفتكر احنا ايام ما كنا في سنهم ونحكي حوادتنا ولما ماما قالت ولما بابا قال ولما مين. الاوامر الكتيره اللي انت بتقولي عليها والقمع ده هيخلي الشخصيه طبعا عندها امراض، زي ما كنا بنقول الاثر ده اثر البيت على الاطفال. النهارده هنتكلم عن ده. بعض الاطفال اللي بيلجأوا زي ما قلتي للزواج العرفي او المخدرات او الادمان او كل ده بسبب ان مفيش حوار في البيت. كنت بتقولي حاجه كمان يا مفيده، قاعدين معاهم في البيت بنتكلم في حوار، المهم يبقى قد ايه يعني شكل والله الوقت، والله مش مهم كام ساعه يعني بالظبط. ان شاء الله يعني يا رب مش هنقعد 12 ساعه قدام بعض، بس يحسوا ان احنا الكواليتي بتاعها يعني. وبعدين اميره قالت حاجه مهمه جدا، نص اصحابي اللي انا عارفاهم واولادهم عمرهم ما عيدوا مع بعض، عمرهم في المناسبات ما فين ولادهم احنا مش لاقيينهم. ليه؟ لان هم هيقعدوا مع الناس الكبار، لا 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 هم عندهم اصحابهم اللي مسافر شرم الشيخ واللي مسافر الغردقه، ده بيضيع صله الرحم. فبتلاقي ان الاعياد كلها بقت برضو جدتك عند خالتك بيرفضوا كمان، احنا برضو بنضيع الارحام يعني. بصي مره زمان كنت مسافره راحة مؤتمر في المنيا، طبعا بسرعه عشان احنا فكنا 30 ست، فمنهم استاذه طبيبه استاذه جامعيه كده بتحكي، بنحكي عن مامهاتنا، فقالت جمله جميله قوي، قالت امي كانت بتصنع لينا الذكريات الجميله، بحيث لما ماتت فضلنا كل مشهد نعيش فيه نقول ده امي كانت بتعمل. انت عارفه اميره، انا ابويا الله يرحمه كان بيصنع لينا الذكريات الجميله، يعني فكرة. انا افتكر الاعياد وافتكر شم النسيم وافتكر المناسبه رمضان وافتكر بفتكر كل حاجه اتربيت عليها، لان كان في حد في العيله حريص دايما ان هو يعمل لينا هذه النوعيه من الذكريات. اولا هو بيصنع الذكريات السعيده وبيفضل موجود وعايش في حياتك، بس البيوت اللي ما فيهاش ذكريات ما فيهاش حاجه تخليني لا ابقى عايزه ارجع ولا ببقى عايزه اروح ولا عايزه يبقى بيتي زيهم، ما فيش حاجه، البيت بارد بلا ذكر. صناعه الذكريات الجميله للاولاد بالذات حاجه مهمه جدا، بيوتنا فقدت كل ده. عايزين ننمي مهارات التواصل الاسري، وده اللي هنعرفه ان شاء الله مع ضيوفنا. ضيوفنا مين النهارده منى؟ معانا الاستاذه الصحفيه استاذه منى رجب حبيبتنا الكاتبه الصحفيه، ومعانا الدكتور احمد يحيى استاذ علم الاجتماع او استاذ الاجتماع بجامعه قناه السويس. طبعا سؤال اصدقائنا على الفيسبوك النهارده بيقول، او ليه علاقه بالموضوع، بيقول هل تعتقد ان اغلب البيوت تحولت الى فنادق عائليه؟ نعم لا احيانا. انا اقول نعم نعم تحولت طبعا. صح كده؟ انا اقول احيانا لسه عندي امل برضو، من مش كلها يعني عندي امل ان احنا علينا دور. انا اقول نعم دور مهم. انا شايف طبعا النهارده الاثنين الفقره القانونيه بتاعه الاستاذه اميره. مره تانية بفكر حضراتكم احنا هنتكلم النهارده عن الوصيه والهبه والميراث يعني. لكن اي حد عنده اي سؤال خارج الموضوع ابعته لنا برضو، هنقوله وهنحاول ان احنا ندور له على حل مع الاستاذ امير. وهاخر فقراتنا هتبقى فقره الستات ما بيعرفوش يطبخوا، ومستضيفين صديقتنا هبه من القاهره، وهبه هتعلم مفيده النهارده البتنجان بالفراخ والمايونيز. هتعلم مفيده ومنى مفيده بتبقى عندها يعني احساس بالاضطهاد المطبخي، بقت حاسه ان احنا انا في اي حته بمشي فيها في الشارع يا استاذه مفيده انت مش ناويه تطبخي لنا اكله كويسه بقى، فخلاص انا اتفضحت. انا خايفه بعد كده ابقى بدل ابله نظيره ابله مفيده، شكلك هتقلفي حاجه. البرنامج ده علمني كتير وعلمني موضوعات كتير اتكلمت فيها، يعني فادني انا شخصيا حقيقي مش المطبخ بس يعني. وانا كمان صحيح كلنا الحمد لله.
فالنهارده يوم الهبه، هبه في المطبخ والهبه جنب الفراخ والمايونيز ليمونه ومفيده. ميرسي يا عموره حبيبتي، ربنا يخليكي. طلعينا بقى نطلع لفاصل ونلتقي بعد الفاصل مع ضيوفنا. معانا الدكتور احمد يحيى استاذ اجتماع بجامعه قناه السويس، ومعانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه منى رجب بعد الفاصل. اكيد لما الام تبقى في وادي والاب يبقى في وادي والولاد يبقوا في وادي، ده ما بقتش اسره او ده ما بقاش بيت، لان الفرق ما بين البيت والفندق هو ان انا باجي ما بكلمش اي حد في الفندق، باخد المفتاح بتاع اوضتي، بخش بقعد فيها طول النهار، ولا مش محتاجه ان انا اقول لحد لا صباح الخير ولا مساء الخير. لكن الفرق، لكن في البيت لازم اخش اقول لامي ازيك، عامله ايه، اخبار يومك النهارده، بابايا لما يجي يخش لازم يسالني عملتي ايه النهارده في يومك. هو ده الفرق ما بين الفندق والاسره. لكن للاسف حياتنا اتحولت دلوقتي الى اسره فندقيه. يا ترى ازاي نحاول نلحق نفسنا من الطوفان اللي جاي واخد في وشه كل حاجه؟ هو ده حلقتنا النهارده. معانا ضيوفنا الاعزاء الدكتور احمد يحيى استاذ الاجتماع بجامعه قناه السويس، ومعانا الكاتبه الصحفيه الاستاذه منى رجب. اهلا وسهلا. صحيح بيوتنا دايما، يعني هنتظر الاجابه من حضرتك ومن حضرتك، صحيح بيوتنا بقت بنسيون السعاده؟ كل واحد مأجر اوضه وبس خلاص، ما حدش يعرف حد؟ لا، هو بنسيون بس مش السعاده. أيوة، مش السعاده، المهم يكون سعادتنا. هو بنسيون لكن مش السعاده. اوكي. ليه؟ لانه حقيقة للاسف شديد جدا مجموعه المتغيرات المجتمعيه بصفه عامه، الظروف الاقتصاديه، الظروف الثقافيه، ظروف التنشئه، عمل المراه وخروجها عن بيتها، طحن الراجل 24 ساعة ما بين عمل وعمل عشان يكفي بيته، السعي وراء النجاح الزائف الشكلي، خلى الناس تبعد بعيد قوي عن العلاقات الحميمية داخل الأسرة. الأسرة دي هي البوتقة اللي تنصهر فيها كل المشاعر، فإذا ضاعت المشاعر نتج عنها أسوأ فعل ممكن ينتج في المجتمع كله، وهي الفردية. احنا تحولنا من مجتمع له علاقات إيجابية إلى مجتمع الفردية، فده البذرة الأساسية فيه في أي حد في الدنيا يبدأ في الأسرة. وللأسف الشديد إذا بدأت الفرضية في الأسرة انعكست في المجتمع كله، فأصبح المجتمع كله يتسم بالفرضية. ليه؟ الأب بيقول أن أنا دور الأساسي الإنجاب والرعاية المادية للأسرة. الأم بقى دورها الأساسي للأسف شديد جدا الرعاية الشكلية ما بين الغسيل والطبيخ والمسيح والكنيس، والبنت اتاخرت وجابت لها بلوزه وكذا. احنا بنرشي اولادنا. امال التربيه فين؟ مين اللي مسؤول عن التربيه؟ شوفي حضرتك بقى، ما هي التربيه؟ هل التربيه هي بناء العقل ولا هي بناء السلوك؟ احنا دلوقتي عايزين ايه؟ بناء السلوك. بناء السلوك، ما تعملش كده عشان تبقى حلو، ما تقولش كذا عشان تبقى جنتي، خليك ولد جان، خليك ولد كلاس، خليك كذا خليك كذا. للاسف الشديد جدا احنا في مجتمعات القرب من الصدق. عشان كده يا أستاذة أميرة حضراتكم تلحصوها قوي قوي وقلناها في أكتر من مرة، انفصل الأولاد عن بعضهم من ناحية وعن أباهم من ناحية تانية، وخلقوا لهم عالم افتراضي يعيشوا فيه حياتهم زي ما هم عايزين من خلال الشات من خلال الفيسبوك. ده عالم افتراضي عاشوه لأنهم فقدوا الحميمية جوه الأسرة. أستاذة منى رجب، يعني تفتكري حضرتك مين السبب؟ يعني أنا برضو متفق مع كلام الدكتور أحمد، كلام مهم جدا، بس عايز أضيف عليه أنه المجتمعات الحديثة ظهرت فيها أدوات جديدة أو وسائل جديدة. يعني إحنا كان فترة من الفترات بنقول التلفزيون بياخد الأسرة، أو على الأقل ممكن نخليه من سلب الإيجاب، أنه بدل ما الناس بتقعد قدام التلفزيون تنفصل عن بعض، لا، ممكن يبقى وسيلة لجمع الأسرة يشتركوا مع بعض. هو المشكلة انه في الأسرة دي اهم نواة لمجتمع متماسك يعني، انما في اشكال جديدة كمان ظهرت للتواصل، ابعدت الأسرة عن بعض وابعدت الاجيال عن بعض. في كمان حاجة ما بنوصلهاش ابدا، ان احنا نبتدي حملة توعوية لأهمية الأسرة، لأن في أشكال جديدة مع السنوات الأخيرة، مع المشاكل الاقتصادية، مع غياب الأب للخروج لدول أخرى عشان الرزق، أو جوه أو موجود لكن مغيب، أو جوه البلد بس بيشتغل في كذا حاجة، لأن العوامل الاقتصادية خلي بالك إنها مهمة جدا على في أثرها الاجتماعي، في يمكن أقول من 20 سنة أو 15 سنة من أول الانفتاح. إنما لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا، إذا بدأنا ناخد بالنا من أهمية الأسرة هنبتدي ك
كأب وأم أو أشكال جديدة من الأسر، في ست مطلقة معيلة مثلا 20% من مجتمعنا إن لم يكن زيادة في السنوات الأخيرة سيدة مطلقة، أو في بنات عانس وعايشة لم تتزوج، سوري أنا بكره كلمة عانس جدا، لم تتزوج لكن عايشة مع الأم والأب، ودي كيان لوحده موجود جوه الأسرة. يعني لازم نعرف أهمية الأسرة الأول، إيه المقاومات لأسرة مستقرة إيه، ونبتدي نتكلم إزاي نخلي المقاومات دي موجودة، تربية الأبناء تبقى إزاي، لأنه أنا بعتقد أهمية الأسرة مش بس تربوية، لا دي تربوية وأخلاقية ورقابية مع أدوات التواصل الحديثة. لازم نشوف أولادنا مين اللي بيأثر عليهم من برانا عن طريق الفيسبوك والشات وأخلاقية. هكمل بس العناصر بتاعتي عشان دي مهمة جدا معنى الكلام، إنه قلنا تربويا ما انا عايزين نفصل توعويا، يعني ازاي اوعي ولادي قبل ما يخرجوا او هما موجودين، ازاي اوعي للمجتمع ومخاطره وايه اللي ممكن اواجهه، ازاي تربويا ازاي اديله التربيه السليمه اللي تخليه محصن شويه من المعامل المؤثره، اخلاقيا اديله مبادئ اخلاق، لانه المبادئ الاخلاق دي ما بياخدهاش من بره، هو هياخدها من وسط القدوه، من وسط الاب او الام. لازم اديله جرعه عاطفيه، خليه يحس انه محبوب، اديله جرعه نفسيه يحس انه سوي، انه حتى لو في حاجه مشكله عنده يبقى اديله الجرعه النفسيه لتغنيه عن اللجوء لعوامل مؤثره قد تكون خطر عليه بالذات سنوات المراهقه. يعني عماله بتقولي اديه، إذن مشكلة أو بداية حل الموضوع بتاع الأسر الفندقية وتحول وتفتت الأسرة إلى شخصيات وكائنات جاية من الأم، أدي كلمة أدي الأم إن هي الأم لا هي اللي الأم الأساس، يعني الأم الأساس نمرة واحد واثنين لغاية ثمانية، والأب مهم جدا كمان، والمدرسة والجامعة في عوامل مؤثرة. هو ده الكلام والأب مهم جدا. هو ده الكلام أن إيه على الترتيب يعني نتكلم بالصدق يعني فضلك. يعني ما الذي حول حياتنا إلى حياة فندقية مفصلية؟ غياب ثلاث حاجات أساسية في الأسرة وفي المجتمع وفي السياسة وفي الدين وفي كل حاجة. غياب المصداقية، غياب الصراحة، غياب الثقة. الكل عايش في حالة كوموفلاج إعلامي، كوموفلاج ثقافي، كوموفلاج أخلاقي. للأسف الشديد جدا تلاقي الأب فيزيكال إن منتري أوت، أب موجود بشكله لكن عقله مش مركز مع العيال ولا البيت ولا أي حاجة. بنتكلم عن الأسرة الموجودة بالفعل يا فندم كلها، لكن إحنا بنتكلم على الأسرة اللي هي موجودة مش مطلقة ولا معيلة. لا الأسرة طبيعية. الأسرة طبيعية. لا أنا بقول فيزيكال إن يعني جسديا موجود. يعني أب موجود. إنما تربويا لا. إنما تربويا لا. ما بيربيش مع الأم. أنت لا مش موجود. دوره غائب. مغيب. مغيب. مش غايب لكن مغيب. 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 أنا بقول دوره. دوره غائب. حضرتك دوره غائب. دي بحاجة. فقدان المصداقية والثقة والصراحة تفقد أي شيء معناه ومقوماته وإنتاجه الإيجابي. طب حضرتك قلت اتكلمت عن الأب، طب والأم؟ الأم بقى، الأم عارفة قاعدة تحت قهر مجموعة عوامل، قهر الرجل وقهر الظروف وقهر احتياجاتها. وللأسف الشديد مطالبة هي أنها تطلع أولاد أفضل أولاد، صح، وبيت أفضل بيت، وميزانية أفضل ميزانية، وترضي الراجل أحسن من أنواع الرضا والإشباع، وترضي جيرانها بما يجب أن يكون، وده كل وأهلها وأهل جوزها وكذا، واجباتها الاجتماعية، الأوفرلود على المرأة، الضغوط أوفرلود قوي جدا جدا على المرأة. صحيح. ليه؟ حتى على اللي قاعدة في البيت، يعني كنا بنقول الست حضرتك لما تخرج للشغل. عارفة يا أستاذة، وأنا هقول لك حاجة حلوة، لما بيجي لنا بنت بنفرح بيها ونقعد نهشتكها ونجيب لها كذا وكذا وكذا وعروسة ودبدوب وده يبصها وده يلعب معاها، لما تكبر شوية احترمي نفسك، أنت بنت تلمي، انت بنت مفيش ضحكات صوت عالي، انت بنت تقعديش مع فلان، انت بنت خلي بالك الرجاله دول وحشين، الرجاله دول عاملين زي الذئاب احرصي منهم. تيجي تتجوز تكره اليوم اللي بقت فيه بنت، لان من قمه التحجيم الى قمه الافاضه محدش دربها تكون زوجه. المشكله يا استاذه مفيده ان انا دايما اقول يا استاذه منى ايه، المراه المصريه، ودي حق يعني الكلمه انا بقولها واختلفه معايا، ولا عارف انك انت صادقه في نقدك، احنا عايزين نعرف وجهه نظرك. المراه المصريه ام فاضله، ست بيت ماهره، زوجه فاشله،
ليه؟ ما حدش دربها مش بالشكل لا. مش المية المية يعني لا ما فيش اجماع. طب والرجل رجل ناجح في شغله وزوج طب اب كويس وزوج والرجل ليه بقى؟ ما حدش درب الواد يكون زوج. الولد دربوني ايه؟ هو صاحب الكلمه الاولى هو الكبير هو اللي ما حدش يكلمه هو اللي ينهر اتذكر بتاع البيت بقى. اتفضل يا استاذ نفس الحكايه. خليني ادخل مع حضرتك في حته كده انا شايفاها مهمه جدا انه الام المصريه طبعا فاضله طبعا يعني هي بغريزتها ام معطاء انما قد تكون بتعطي اكثر مما تاخذ فالباقيين بقيه الاسره ايا كان الزوج ما بيديش ما تعودش انه يعطي المرأة او يساعدها ما احنا صح. ما عندناش الزوج المعطاء عندنا المرأة المعطاءة اللي هي تعطي ثم تعطي ثم تعطي لدرجة انها ما بتاخدش خالص فممكن تفقد حياتها ونفسيتها وتمرض وتبتدي تدور على ان الناس ترد لها هذا العطاء ما بتلاقيش لانه الحقيقة. انا بقول حتى الولاد لازم واحنا بنربيهم ندربهم على انهم يساعدوا يساعدوا الام يساعدوا مش المسؤوليات بس العطاء فكره العطاء احلى من فكره كلمة المسؤوليه حلوة عندي لما تلاقيها داخله نايمه غطيها لما تبقى عايزه تعمل شيء اعملي لي شيء بفتكر ان انا وانا بربي بنتي وابني بفتكر حاجه مهمه قوي كنت بعملها بس كنت بجربها كانت تجريبيه ما كانتش موجوده في المجتمع ان انا كنت بقول للبنتي انت واخوكي الاثنين متساويين عندي يعني ما فيش حد هياخد حق على التاني يعني ما فيش حكاية ان انت الراجل اللي لازم تحافظ على اختك واختك ما لهاش حقوق بالعكس كنت دايما اقول لهم انتوا الاثنين متساويين عندي صح. لانه لو اديتهم الاحساس بالمساواة الاثنين هيطلعوا بالطريقة دي يتربوا ثم بعد كده لما الولد يتزوج انت زوجة المستقبل وزوجة المستقبل فلما تزوج ابني بيساعد مراته في البيت تلقائي لانه مش حاسس ان ده مراته بتدعي لك دلوقتي الحقيقة انا بحبها جدا لان هي كمان يعني شخصية طيبة يعني فانا دايما اقول الطفل او حقوقه عندي لازم تبقى مصانة لكن في نفس الوقت بدربه انا عايزه منه يطلع ايه بقى مواطن صالح مثلا يحب بلده منتمي لاسرته بس ايضا الاول يبدا يحب مين ويبتدي يحب اسرته الاول اسرته احمد نعم. في بعض الناس بتقول انتوا بتتكلموا عن مشكله ومش مشكله بمعنى انه المجتمع اللي بيتحول من مجتمع زراعي الى مجتمع صناعي ومواعيد العمل وطول اليوم ومع ازمة اقتصادية في مصر والناس بتشتغل مرتين ثلاثة وعيال بتاخد دروس وكورسات وكذا وكذا انتوا بتتكلموا عن مجتمع مش يعني انتوا عايزين حاجة مش ممكن هتحصل وانه الظرف الاقتصادي الضاغط بالضرورة لازم هيؤدي للنتائج دي نقول لهم ايه يا دكتورة الاستاذة قالت ان البذره الاولى اخطر فتره في حياه اي انسان الست سنوات الاولى لغايه 10 كمان او لغايه 10 بالظبط يعني حبيب. بمعنى البيزس الاساس اللي بتبني عليه نيجي مره ثانيه دور المدرسه احنا بنقول ليه هنالك مجموعه من الوسائط الاجتماعيه هي التي تبني الانسان الاسره المدرسه الاعلام دور طبعا. العباده المجتمع طب ايه اللي حصل يا دول خمس اجزاء اللي حصل نوع من تزييف الوعي نحن نعيش هل كان لازم يحصل؟ لا مش لازم لا 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 هو شوفي انا قلت لحضرتك من شويه ان ما كان التفكك اللي حصل في الاسره والفرديه انعكس على مين؟ على المجتمع على السلوك الاجتماعي فاصبح المجتمع كله في حاله تفكك في حاله تزييف احنا بنعيش تزييف في تعليمي احنا بنتعلم لا احنا بنثقف هو الولد يخش يحفظ ويرمي اللي حفظه على الكراسه وخلاص ما فيش عقلانيه طيب هل احنا اعلام بامانه من انا مش بهاجم الاعلام لكن ما هي الماده التي تعيد صياغه العقل في الاعلام اما ماده ترفيهيه اما ماده فيها درجه عاليه قوي من العنف اما ماده فيها كذب معلش انت والسيدات ما بتش يكذبوا لا احنا ابدا خالص والله ده الاعلام كله بيكذب يلا نرجع هم الثلاثه بره خالص والله الكل يا شباب بقول حضرتك لا هو مهمه الاعلام دوره مهم الصدق الصراحه الثقه معدومه في حياتنا الاجتماعيه في حياتنا المنزليه هل بسبب الازمه الاقتصاديه يا دكتور انا هديك مثال احد الاسباب اساسي لا انا هديها سؤال مثل يا استاذه منى جاوبيني انت عليه طيب ما هي علاقه التزييف الوعي في المساجد والكنائس طب ايه علاقته بالازمه الاقتصاديه في تزييف الوعي ازاي يعني ايه معنى كلامك بمعنى ان انا بدل الناس اغطي الروس وعري النفوس اهم حاجه الشكل اهتمينا بالتدين الشكلي
اهتمينا بالشكل العلاقات الاجتماعيه. يا زلمه ما اهتمناش ببناء الانسان من الداخل زي ما قالت مدام منى، الاخلاق تربيه على مبادئ معينه بتحصن، بتعمل زي بقى. كانك بتدي له حقنه حصانه. تعال انت يا استاذ، كلكم مخلفين. انت بتطبخي، الواد بيزن، افتحي له التلفزيون. يحل عليه حاجه بقى، اي حاجه يحل عن دماغي. الولد كبر شويه، انزل العب في الشارع برضه عشان يحل عن دماغي. كبر اكتر، روح لاصحابك برضه عشان يحل عن دماغي. الولد مسربينهم. استني بس، الولد بقى له شخصيه. خد يا حبيبي يا بابا، خد ال10 جنيه دي وانزل روح قضي وقت حلو مع اصحابك. لا خد ال20 وروح سينما هنا. طب ما الولد مش لاقي البيت، مش لاقي اب. وانا اللي طفشته. هقول لك حاجه من هو صغير. استاذه مفيده، اقول لك حاجه، كان ليا صديقه استاذه، استاذ جامعي فاضل جدا جدا، ومراته استاذه جامعيه فاضله جدا جدا، سافروا احدى الدول العربيه اللي فيها دولارات وفيها ايوه يجيبوا القرشينات. وسابوا، وكان معاهم بنت وولد، ربوهم هناك سنين عامه، ثم بعتوهم هنا شقه لوحدهم بقى. ده بيحصل كتير قوي. فالولد بيسقط، فابوه بيقول لي ابن الكلب ده ناقصه ايه؟ قلت له ناقصه اب. ناقصه اب وناقصه تربيه. يعني بص، عربيه، سفرجي، معيشه، فلوس، يتصور الاب هو المسؤوليه الماديه. الواد ده بيسقط ليه؟ ده انا مش حاش عنه حاجه. قلت له انت بترشيه. عشان يسكت. مش بتربيه، بترشيه. لكن هو ناقصه اب في الاخر. هيقول لك انتوا سبتوني. تعرف يا دكتور احمد اللي انت بتقوله دلوقتي، الاخلاق الساميه في حياتنا اصبحت غريبه عننا. بس اللي حضرتك قلته حالا دلوقتي في حته الولد لما يكبر اعمل له ايه وهو صغير، احنا كلنا بنعمل كده، بنرشي اولادنا كلنا واحنا مش قاصدين. لا، وبنطفشهم، بس احنا مش قاصدين. الحوار بيننا وبينهم، انا فاهم، انا شخصيا ما عملتش يعني مع عيالي. يعني احنا واحنا بنعمل كده. بس بقى هي دي مشكله، ان كل واحد ما عملش مع عياله كده. لا انا بقى امال البوظان اللي في بالي. لا ماليش دعوه، انا يعني ما عملتش مع عيالي. كل واحد يقول لك ايه، انا امير وانت امير، ما مين يسوق الحمير؟ لا لا لا، ماليش دعوه برضه. انا يا دكتور احمد بعمل كده. انا لما بنتي يعني مثلا، انا بس ما بقاش قصدي ان هي ان انا اخليها برشيها، لا بس ممكن اجي الاقيها انا مقصره مثلا معاها، مش عارفه اقعد معاها. كنت معاها سفره قد ايه في رمضان بصراحه؟ بس كفايه، مش عايز اقول حاجه تانية. يعني مش هقول حاجه تانية. كلتوا مع اولادكم على الطبليه قد ايه؟ انا متعشيه معاها امبارح. قعدتوا يا فرحتي. لا بس استنى، بس انت بعمل حاجه ثانيه. ثانيه يا دميره، بس بعمل حاجه تانية. انا ممكن اصحى الصبح اعمل لها سنشات ونقعد نتكلم مع بعض يا كل يوم. يا استاذه مفيده، النهارده بقى بابا وماما، ازيك يا بابا؟ ونبي معلش انا تعبان ومش فاضي، مش قادر اجي لك. ازيك يا بابا؟ بقى ابني اديني ميز دكول عشان انا اطلبها اطمن عليه. لما تعمل له الكارت، تعمل له الموبايل خط، مش كارت، عشان ما يجيش مشكله تانيه. مش يعني علاقات. طيب يعني بتتكلم صح، الاختصارات التلغرافات تبقى علاقات تلغرافيه شويه، مش حواريه. مش حواريه. اسمعني بس، صح بتتكلم صح. اللي حضرتك بتقوله في الاغلب الاعم صحيح. ليه؟ لان الامهات وهي بتتعامل مع عيالها ما بتبقاش منتبهة لدورها في حياتها. هي معتبرة زي ما حضرتك قلت كده، أنا هحضر الأكل وأدي المصروف وأكوي الهدوم، يبقى أنا عملت اللي عليا. والأكل في التلاجة. أيوه بس أنا هو ده مش برضه اسمها عملت اللي عليا؟ لا مش كفاية. والمايكروويف. أنت أول ما خلفتي بقى عندك عقل صغير في البيت محتاج منك مجهود، إذا ما خدش منك هياخد من بره. في ناس على التليفونات هي والله ما في واحدة مظلومة في الدنيا دي كلها قد المرأة المصرية. ماشي، عليها اتهامات وعليها مسؤوليات وعليها مظلومين ولا مش مظلومين. لا المرأة المصرية مظلومة. لان اولا ما تربناش الرجل ان يحترم المرأة. احنا قلنا عشان الرجل ما ترباش، الرجل ما ترباش يحترم المرأة، يبقى عنصر مساعد اساسي في البيت. هي دي المشكلة. دي مهمة جدا الصراحة. يعني الحاجة التانية والاخيرة عشان خاطر التليفونات، ان ايه، لما هناخد وندي التليفون، تعالوا نعيد صياغة المجتمع. الكلمة الوحيدة البلسم والشفاء واللي تحارب كل الفيروسات الاسريه وتحارب كل الفيروسات المجتمعيه، الحب. صحيح. لا بس فقد الحب من حياتنا. احنا بنحب اولادنا عشان ابننا. بتحب بابا؟ بحبه. بتحب ماما؟ انا عملت دراسه يا استاذه من كام يوم، يعني الشهر اللي فات ده بالظبط. اكتبي عن احد المشاكل الاسريه القاسيه في حياتك. 37 طالبه كلهم بعدوا عن المسار. يقول لك الطلاق اللي مش عارف. بنت واحده كتبت كتابه عن مامتها المطلقة اللي متجوزة غير أبوها، وأبوها المتجوز غير أمها، والمعاناة اللي عايشة بينهم. إحنا فقدنا الصدق
فقدنا الاحساس بان احنا نكون صرحاء مع انفسنا، بنكذب على انفسنا وبنكذب على اللي حوالينا. دكتور احمد إيه؟ انت عارف انت حسستني بايه؟ انت جبت لنا ميه ساقعه ورحت عامل لنا تش كلنا حاسين ان الدنيا ساقعه، ناخد تليفونات ونرجع. على فكره عايزه اقول لك الموضوع اساسا مهم جدا جدا ومتشعب جدا، عايزين نحب بعض يا اخوانا، وعايزين برضو ننبه، عايزه انبه لحاجه يا دكتور برضو لو بعد اذن حضرتك، ان وسائل الاتصال الحديثه قطعت في العلاقات الأسرية جوه، وأصبح دلوقتي لازم يبقى فيه دور رقابي، بس دور رقابي ذكي جدا للأم أو الأب، لأنه بيفتحوا الإنترنت والفيسبوك من سن صغير جدا، فده له أخطار كتير جدا. بقى في مجتمع بديل، عايزين نتوقف ممكن حد يدخل مع بنتك وياخدها لسكة أو لطريق خطر عليها. بقتش يعني أم ما ب... مش مهم ماما دي، عندي ماما تانية اللي في عايز أنبه للكلام، كلام مهم جدا جدا. هو الموضوع على فكرة أنا اللي جابني النهاردة مع زحام مصر ده، إن الموضوع مهم الحقيقة. كلمة أخيرة بس يعني، فاطمة أنا مش عايزاك أخيرا، عايزاك أولا. إذا تحولت العلاقات الأسرية وعلاقات المحبة وعلاقات الود وعلاقات الحميمية داخل الأسرة المصرية إلى علاقات مصالح، فعلى المجتمع السلام. طيب ناخد غادة ويمنى وسوسن. أهلا بيك يا أستاذة غادة، احنا أسفين احنا سبناكي فترة طويلة. لا ولا يهمك، بس الكلام مهم قوي، فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بالأول برحب بيكي وبرحب بضيوفك الموجودين. الله يخليكي، ميرسي. وبحقيقة برنامج جميل، لأنه فعلا برنامج شيق وأنا بستناه. الله يخليكي يا حبيبتي، اتفضلي احنا سامعينك، اتكلمي على طول يا غادة. والله هو الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه أنا بعاني منه. أنا بقالي حوالي أسبوع أو 10 أيام بعاني من اكتئاب شديد جدا. ما بتكلمش خالص في البيت، مجرد ما جوزي بيدخل البيت يا دوبك بياكل ويخش يقعد قدام الكمبيوتر، بعد ما بيخلص بيخش ينام. فطبعا عايزه اقول لحضرتك ان اول عامل من العوامل اللي سببت لي كل دوت هي العامل الاقتصادي. ازاي يعني؟ بشتغل طول النهار، مش فاضي حتى يخرجنا، مش فاضي يتكلم معانا، مش فاضي حتى يسالني انا بعمل ايه او ما بعملش ايه. طول النهار هو مشغول، بيرجع يدوبك ينام او ياكل، اتكلم كلمتين عاملين ايه زيكو بس. طبعا ده اصابني بالاحباط، والله انا بقالي 10 ايام يمكن انتوا من الناس الوحيده اللي فكرت اتكلم معاكم من اكتئابي. طب غدا يوم الاجازه، يعني يوم الاجازه برضو بيبقى فيه صمت، برضو بيبقى عايز يرتاح. يوم الجمعه ينزل يصلي مثلا، وطبعا ببقى حريصه ان احنا نفطر مع بعض، تمام، نتغدى مع بعض، نتعشى مع بعض، بس برضو مفيش كلام، مفيش خالص يعني، مفيش خالص يعني. مثلا ما بتجيش انت يا غدا بس تقولي له ايه شفت مش كلمت طنط وحصل كذا، ما بتعمليش الحركات دي. لا اسكتي. لا بعمل الحركات دي، بيقولي انا ناقص وجعاني، انت مش شايفه المشاكل اللي احنا فيها، اللي احنا فيه اكتر من كده. فطبعا تقومي قطمة على طول، اللي علينا الديون، اللي علينا الكوارث اللي احنا فيها، فتقطمي. مش شايفه حال البلد عامل ازاي؟ يجي منين؟ فطبعا بصب الاحباط. غدا بقالكوا قد ايه متجوزين؟ انا بقالي 6 سنين. وعندك اولاد قد ايه؟ عندي 3. طب علاقته بالاولاد دول ايه؟ يعني بيمارس ابوته معاهم ازاي؟ والله هو عندنا يعني لما بيعمل اي حد فيهم حاجه مش طبيعيه مثلا، مش بيضرب بصراحه، وبتدي يتكلم معاهم. لا مش المفروض نعمل كده، الصح ان احنا نعمل كده، الغلط في توجيه نعمل يعني كده. يعني لا هو في توجيه، بس تمام. انا كان بس هي الدكتوره منى، الاستاذه منى قالت كلمه مهمه جدا، قالت ان العيب بيبقى فعلا من التربيه. انا اتربيت ان احنا الساعه 8 والدي يجي نقعد كلنا على الطبليه مع بعض ناكل. فانت مش لاقيه ده في البيت عندك. انا لما دخلت بيت حماتي لقيت كل واحد فيهم بياكل لوحده على صينيه لوحده في وقت لوحده. هو طلع من بيت كده بيبقى لوحده. فطلع من بيت مش بيتكلموا فيه مع بعض، حتى هو مش من النوع اللي بيتكلم، لان مامته مش من النوع اللي بيتكلم، فطلع هو كمان كده. فعائلة الصمت الرهيب. التربية مهمة. فهو مش مقدر قيمة اللي انت بتقوليه، يعني هو مش شايف ايه المشكلة. لا طبعا انا لسه فتحت معاه كلام، قلت له انت مش بتشاركني في اي حاجة، لازم نتشارك مع بعض عشان نحس ببعض. انا احس ازاي انك تعبان غير لما انت تتكلم وتقول انا تعبان؟ كويس الحوار ده الصحي ده. التربية والوعي. اذا غادة انت ليكي حق، اذا الموضوع تربيه وهنتكلم فيها بعد بعد تليفونك. بشكرك يا غادة. ناخد يمنى. اهلا وسهلا يا يمنى، اتفضلي. ازيك؟ ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام. برد ما شاء الله، يعني كل حلقه تبقى احلى من اللي قبليها. ربنا يخليكي. اهلا وسهلا بيكم.
اولا انا عندي مشكله مش عارفه يعني انت مفيده مفيده تمام، لكن استاذه منى واميره مش عارفه اقول ايه يعني، بتكسف اللي هو منى ومفيده او اميره بس كده ده. اه لا لا قولي واحنا عادي منى واميره ومفيده، مش عايزه تنسي اسامينا برضو ما تفرقش معاكي، قولي على طول. بس انا بتكسف اتكلم اللي هو طب هقول ايه يعني. لا يا حبيبتي قولي زي ما قولي لنا هاي واحنا هنقول لك هاي ما تقلقيش يومنا ما تقلقيش غير القاب. فعلا انا كان عندي نفس المشكله دي في البيت، بابايا كان مش موافق تماما اللي يجيب لنا ريسيفر كودتنا انا واختي، عشان قال لنا انا لو عملت كده انا مش هشوفكم، انا اصلا عايزه اخد منكم مواعيد اشوفكم فيها نتقابل هاي عاملين ايه كويسين كده، لكن سيبنا طبعا الزن بيجيب مفعول فظيع، فالحمد لله جابوا لنا. بس بقينا دلوقتي نقول لا يعني مش عايزين نزعله، من كتر ما احنا زنينا عشان نوصل للموضوع ده بقيناش عايزين نزعله، فخلاص بقينا يعني انا واختي نتفق مع بعض انت النهارده هتخرجي شويه تقعدي مع بابا وماما وكده، واحنا شويه جوه كده نبدل مع بعض يعني. يعني انتوا ابتديتوا انتوا كنتوا الاول عايزين الجهاز ده موجود في الاوضه عندكم ودلوقتي لا؟ كله بقى تمام، احنا الكمبيوتر الحمد لله موجوده والموبايلات، ففاضل بس الريسيفر نبقى قاعدين خلاص. هتبقوا جمهوريه مستقله لوحدكم. ومع ذلك هو لما جالهم انتوا رفضتوا، حاولتوا انكم بابا كان مش موافق تماما، قعد يقول لنا لا 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 انا لو عملت كده فعلا مش هشوفكم تاني ومامتكم هتفضل زعلانه وان انتوا مش هتشوفوا. يومنا عندك كام سنه؟ انا عندي 22. طب انت لما بتقعدي مع بابا وماما او انت وبابا وماما واختك بتبقي حاسه بايه؟ حاسه ان القعده لطيفه كنت لسه عايزه تقومي تقعدي مع اصحابك؟ ايه الحوار اللي بينكم؟ لا بتبقى القعده لطيفه جدا لان هم الحمد لله ربنا على كده. وبتتكلموا في ايه؟ الدكتور احمد بيسالك بيقول لك ايه الحوار؟ بتتكلموا في ايه؟ تحكي لهم عن مشاكلك؟ كل حاجه في الحياه، لان احنا الحمد لله بجد الحمد لله احنا كتاب مفتوح لبعض كلنا كتاب كل مفتوح. حاجه كل حاجه. طب المشكله ايه بقى؟ يمنى بتحكي له كل حاجه كل حاجه. هم نموذج سوي يعني. هو اول حد هو قبل اصحابي والله العظيم يعني فعلا باباهات ومامهات الايام دي بجد استسلموا زياده عن اللزوم لاولادهم ان هم خلاص معاهم فلوسهم معاهم اصحابهم، مش مشكله اي حاجه ثانيه، مش مشكله احنا لا يعني ايه مش مشكله بابا وماما. طب يعني انت بتقولي لنا كده ان 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 الاسره بتاعتكم مش اسره فندقيه زي الاسر اللي احنا بنتكلم عليها؟ بس اللي حوالينا كتير قوي كده دلوقتي اللي حواليكوا. بس من واضح ان هم بقوا اسره حميمه من التربيه، الاب والام كانوا حريصين انهم يزرعوا الكلام ده. بشكرك يا يمنى. ناخد سوسن. حاضر سوسن. ايوه السلام عليكم يا استاذه مفيده. ازي حضرتك؟ بحيي حضرتك وبحيي زمايلك الاعزاء وبحيي ضيوفك الكرام، وانا مع حضرتك ان معظم البيوت دلوقتي، انا مش بقول البيوت كلها، معظم البيوت بقت فندقيه بسبب ان يعني ومعظم الاولاد دلوقتي يفضلهم الوجبات التسويه، يعني يمكن ما عادش اجتماع الاسره على مائده واحده في معظم البيوت غير في رمضان. صح. ظروف طبعا ان تناول الطعام له وقت معين، فهو رمضان الشهر الوحيد اللي بقى بيجمع الاسر كلها على مائده طعام واحده، انما معظم البيوت بقت بيوت فندقيه. طب استاذه سوسن، حضرتك عندك ولاد؟ طبعا انا عندي ولاد الحمد لله بس متجوزين. قبل ما يتجوزوا، قبل ما كل واحد يروح لبيته، كنت حريصه انكم تتجمعوا مع بعض تاكلوا مع بعض على ترابيزه واحده، ولا برضو كنت بتعاني من نفس المعاناه؟ حريصه في الموضوع ده، وهم يمكن لسه صغيرين بس لما بداوا بقى يكبروا وظروف الدراسه في الجامعات وانهم كانوا كمان مقضيين فتره الجامعات بعيد عني وكده، ف يعني الظروف برضو بتحكم طب استاذه سوسن معلش الدكتور احمد عايز يسال حضرتك سؤال، اتفضلي. ايوه اتفضل يا دكتور. والنبي يا استاذه سوسن لو سمحت، بيزوروكي بيزوروكي كل قد ايه؟ ولما يزوروكي بينقلوا لك مشاكلهم ومتاعبهم وهمومهم، ولا بيحكوا معاكي في حاجات تسعدك؟ لا بيزوروني الحمد لله وبيحكوا معايا وبحكي معاهم، يعني انا بعتبر نهايه الاسبوع ديت هي الاجازه الاسبوعيه ليا. صحيح هم بيزوروني واحفادي طبعا لان انا جده، احفادي بيدوشوني وكده وكل حاجه، بس ربنا يخليهم. ربنا يخليهم لك يا استاذ سوسن. ربنا يخليهم. بس حضرتك كنت بتقولي حاجه مهمه بس قبل ما تقفل. بتبقى عطله السعاده عني. مدام سوسن كنت بتقولي حاجه، لما كبروا حصل تغيير، ايه التغيير ده؟ ايه؟ اتشغلوا باصحابهم ولا بانترنت ولا ايه الحوار؟ لا طبعا انشغلوا باصحابهم وكل واحد بقى انشغل بحياته في الكليه اللي هو فيها، وبقول لسيادتك ان هم ما كانوش معايا في نفس المدينه اللي انا قاعده فيها. بالنسبه لان انا قاعده في مدينه المحله الكبرى وهم كانوا دراستهم في مصر، فكانوا قاعدين عند جدتهم وانشغلوا طبعا بحياتهم
يعني انا بعاني من فراغي وبعدي عن اولادي من زمن يعني. استاذه سوسن كلنا بنعاني يا مدام سوسن. انت كمان بتعاني. كلنا بنعاني استاذه سوسن. استاذ احمد دلوقتي يعني يمكن الاتصالات يا استاذ احمد دلوقتي بقت ميسره بفضل الموبايلات وكده. ايوه بنقضيها مسد كول. انتقال الاولاد كل واحد بحياته الخاصه صرفهم عن الاب والام. أيوة. يعني بشكرك يا استاذ سوسن. ناخد نسرين. اهلا وسهلا استاذه نسرين اتفضلي. اهلا وسهلا يا مدام مفيده. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. الله يخليكي. اهلا وسهلا بكلكم. انا يعني فعلا بحب البرنامج بتاعكم وبتابعه على طول. ميرسي. بس انا عايزه اتكلم في نقطه يعني ان المجتمع بيقهر المراه بيقهرها جامد سواء كانت هي بتتربى عند بيت اهلها سواء اما تيجي عند جوزها سواء لو كانت عايزه تشتغل سواء كانت لو عندها شخصيه وعايزه تبرزها. يعني المجتمع بيقهر المرأة يعني جامد جدا. أولا أنا صريحة جدا، أنا من نوع صريح ما بحبش اللف والدوران والكذب، لو حصل موقف بقوله. يعني ده طلع مثلا شخصية مثلا عند جوزي إن أنا خفيفة، ما يجيش من بره مثلا يتكلم معايا، بقى ان هو لو اتكلم معايا ان انا اخرج لازم تبقي خبيثه وسخنه ولئيمه عشان تعجبيه. السر لابد ابقى خبيثه ولئيمه. يجي ياكل ويشرب وينام. طيب انت مالك يا علاء تعبان؟ طيب فيك ايه؟ انت شكلك عيان. شكله عيان ما بيكلمش. لو عيان يعني انت عارفه علاء لازم يعني عايزني خبيثه وعايزني يقول لي تنصحي. طيب هو انا لابد اكذب عشان ارضي المجتمع؟ انا ما بحبش اكذب. وبعدين عارفه ان في الاخر ان انا هروح لربنا، يعني هكذب على ايه؟ انت تكذبي على ايه؟ ده الكذب الوحيد المسموح بيه كذب الازواج. لا مش اصلاح ذات البيت. يعني هو انا بتكلم من ناحيه ايه؟ ده يخلينا نقول ان الست عليها عبء يعني او مسؤوليه كل حاجه. طب ما انا لو هكذب هعلم ولادي. انا بقول من 1 لـ 8 مسؤوليه الام او الزوجه. صح. ما انا بقول علاقتك باولادك ايه؟ ما انا بكي اولادي كويسين جدا. اولادك عندهم قد ايه؟ اطفال صغيرين يعني في اولى ابتدائي وفي الحضانه ايوه بس علاقتها بيهم ايه؟ بتبني من دلوقتي ولا هيحصل ايه في المستقبل؟ كويسين جدا وفاهمين يعني. مادام باباهم مش مع امهم. برضه انا بشكرك الاول يا نسرين. اتفضل. هنا في اوبجكشن. مش كفايه زي ما قالت الاستاذه منى علاقه الام الغلبانه اللي عليها 8 من 10 من المسؤوليه مع اولادها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. بس ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يا حبيبة قلبي. يعني بدل ما هي تبذل مجهود. يا نور عيني اسمعيني حضرتك تركت. اذا لم تشعر الام بالحميميه مع الاب ومع زوجها يعني تبقى خسرت كتير قوي. يعني العلاقه بين الزوجين هي لما تحول العلاقه الزوجيه عندها دي نقطه مهمه. لما تحول العلاقه الزوجيه الى علاقه اليه تبقى مصيبه سوده. ثانيه واحده يا دكتور. سعاده الاسره. ثانيه واحده بس هقول لحضرتك. ثانيه واحده بس لا لا اتكلم الاول. هسال حضرتك سؤال بس انت ضيفنا بس اسالك. قول يا دلوقتي علاقه زوجيه اليه وعلاقه يتبعها علاقة أم آلية بعيالها ولا علاقة أم حميمة بعيالها؟ خلاص العلاقة الآلية الزوجية أرد. خلاص آلية. أرد. أبو فضل. شفت. وبعدين أستاذ علمائنا علمائنا بتوع علم النفس والعلم الاجتماع قالوا أن 90% من سعادة الأسرة تبدأ من غرفة النوم. إذا شعر الأب والأم بالحميمية الإيجابية مع بعض انعكس ده على أبنائهم. إذا كان في نفور بين الطرفين انعكس ده على أبنائهم. ساعات الام بتجد تعويض لفقدان هذه الحميميه مع اولادها بيعملوها عمليه اعلاء للمشاعر واعلاء للحرمان. فالام المحرومه بدون شك مقهوره ومظلومه وبتعكس ده مع اولادها. تسمحي لي بس اضيف كلمه عشان الاخت اللي اتكلمت نسرين اللي واحده فيهم اللي هي رادة ولا اللي بتشتكي من الصمت جوزها ولا يمنى اللي هي اللي بيتكلموا عن ال 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 البعد بين الطرفين رغم ان هو موجود. طب تقولي ايه؟ تقولي ايه لزوج جوه مصر العربيه فعلا عايش مثلا في الغردقه ومراته مثلا عايشه في القاهره واسيوط ويجي لها الباشا كل اسبوع او 15 يوم او كل كذا. طيب امتى عنده وقت يا استاذه منى يسمحها؟ ما حضرتك عشان كده برضو انا واجهت الواقع من الاول يا دكتور احمد. لو حضرتك تتذكر انا بدات الحلقه ان في اشكال جديده غير الاسره اللي كانت من 50-60 سنة. نعم. من ايام يمكن جداتنا في اشكال جديده اتخلقت في المجتمع. ما بقتش فكره ان الام والاب واولاد في بيت واحد. ممكن واحده مطلقه. صحيح. صحيح. ممكن واحد سافر لاي دوله عربيه عشان محتاج او غير عربيه معلش
مش قصدي يعني، او هم محتاج اللي لدخل. ما هو في هنا عندنا برضو مشكله اقتصاديه طاحنة طبعا، يعني هي غاده مقدره ان جوزها بيشتغل، اثرت على كل العلاقات طويلة. عشان كده انا بنبه دلوقتي. يعني الزوج بنكير؟ لا ما اقصدش كده حضرتك، ما انا ما كملتش بقى جملتي. بنبه ان الام دلوقتي هي مفتاح نجاح الاسره، وان حطينا 10% على الاب بنقول له شيء من العطاء، أيوة. شيء من الحب، شيء من الرعاية، اديني بعض الرعاية، لانه احنا ما خليناش الراجل وهو في ظل الطاحونة اللي هو عايش فيها. ما برضو لازم اعذر الراجل، ان الراجل ما فيش حد قادر يعيش بمرتبه، فبتبص تلاقي الراجل من حته لحته لحته، او يعني بيشتغل في مكتب بعد الظهر والصبح في شغله ممكن. أو بس ما ينفعش زي ما بتقول بيشتغل ساعات يعني اضافيه، يعني غاده بتقول انا مقدره ان هو بيتعب في الشغل بس لكن بيجي يفتح الكمبيوتر ذاتي. ما ممكن يكون نوع من التنفيذ، لانه هي انا مش عايزاها اول ما يدخل مش عايزاها تتكلم. شيء من الوعي بقى، فكره الوعي، فكره انه ما اديلوش اروح حاطه له المشاكل، لانه ما هو برده مش عايزه اقول لك ما مش موجود وعايزه اكلمه. فضل. هنا بقى بقول للست خليكي شويه واعيه، والا يا جماعه حبي. دي مش حبي. مشكله، اديله شويه اهتمام، اديله حب، اديله رعايه. ما هي الام دي، امال احنا بنقول ليه الام اذا عددتها عددت شعب طيب العراق يعني. لو الام مش واعيه لهذا الدور والمتغيرات الحياه، واعيه ان الدنيا اتغيرت في مصر، هتبقى اول واحده مش قادره تبقى سعيده ومش قادره تعمل اسره ناجحه. اذا معنى كلام حضرتك قبل ما نطلع لفاصل ان معنيش تعالي على نفسك الام، انت مسؤوله مسؤوليه عندك كامله، عندك ازمه اسكان، ازمه غلاء اسعار، ازمه ان ممكن عندك ابن ومش لاقي شغل في الظروف، ازمه دي. تعليم، ازمه تعليم، مفيش التعليم ما بيساعدكيش، هو مش تربيه، هو تعليم بس تلقيف، ثقافه عامه مجتمعيه ما بتديش للام حقها. اذا كل ده لازم تستحمله. طيب بعد الفاصل نعرف هنعمل ايه نجاح الاسره. اذا انا عليا بقى الوعي، الوعي اللي يخليني بعد الفاصل كيف اعطي ما ينجح اسرتي ويخليني شويه ما اقعدش بقى استنى طول الوقت الرومانسيه اللي ما بتجيش. ما هي الرومانسيه مش هتيجي، الرومانسيه مش هتيجي، مش هتيجي انا بس انا اللي قاعده مستنياها والبيت يتخرب. خلينا نشوف هيعمل ايه، نرجع شيء من الرومانسيه، خلينا شيء من الرومانسيه بعد الفاصل يا جماعه. بعد الفاصل ورجعنا مع حضراتكم بعد الفاصل، ونواصل حوارنا مع الدكتور احمد يحيى استاذ علم الاجتماع، والاستاذه الكاتبه الصحفيه استاذه منى رجب. وكنت حضرتك توقفتي قبل الفاصل عند شيء من الرومانسيه، والدكتور احمد ابتدى يقول لك منين ونجيبها منين. ما انا بقول لو في شيء من الرومانسيه يعني في شيء من الاحساس من القلب، يعني بيعمل المعجزات. الراجل يدي رومانسيه للمراه شويه، اذا اعترفنا ان فعلا الظروف الاقتصاديه ضغط علينا، فهنبتدي نتنبه ان احنا نعمل شيء من الرومانسيه فيما بيننا بينهم من بعض، يعني الزوج والزوجة يبقى فيه رومانسيه. وهو راجع من الشغل دايسه القطر وهي ضربه العيال وكده، يبقى فيه رومانسيه. لا مش بقول دايسه الارض يا دكتوره امين، بس انا بقول انك في كلمه حلوه طيبه بتتقال، في كلمه بدي مفتاح. وحشتيني يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ وحشتيني بس. وهو على فكره لو نسي، على فكره عايزه الست المصريه تبقى عندها قدره على الرومانسيه دي، مش حساسيه، ما يبقاش عندها الحساسيه، انما يبقى عندها القدره على انها تخلق جو. انت بتتكلمي صح يا استاذه، يعني هي ما تبقاش حساسه يا منى، يعني ما بقاش حساسه انه ما اتكلمش معايا، لان ممكن في حاجه ضغط عليه. ما هو الراجل كمان مضغوط، يعني مش الست بس، والست مضغوطه مش الراجل بس، وهكذا. فلو احنا قلنا هنسيب الموضوع كده، المواضيع هتتفكك وهتنهار، وهيبقى كل واحد فينا في سكه، وقد يهدي البيت خالص. دكتور احمد شوفي. انت في الفاصل انا بقول لازم في مشاعر، لازم في مشاعر حلوه. دكتور احمد زعلان في الفاصل تشاكسنا، بيقول مين اللي بيجيب له الورد؟ انا هنتقد نفسي وانا واحنا قلنا لك استنى يا دكتور، قول لنا في على الهواء تنتقد نفسك ازاي دكتور احمد؟ هو حضرتك انت يعني زوجتك ربنا يدخلها لي ويشفيها ويعافيها يا رب، وانتوا يعني في السن والولاد كانوا عايشين معاك، كنت بتبوسها قبل ما تنزل اطلاقا خالص؟ حد يبوس مراته؟ حد ولا مره قلت لها انا ماشي يا حبيبتي؟ يعني ده بس كده يعني كاموفلاج. كنت بتجيب لها ورد لما اكون بغلط؟ بعمل كده. طب عمرك جبت لها ورد؟ اعترافات على الهوا دي، يعني ورد؟ طب بلاش، جبت لها شوكولاته يعني، حاسس لنا بيها برضه يعني شوكولاته؟ لا طب حرام بقى. طب وبعدين شوف حضرتك، شوف حضرتك في اهم بقى. في اهم من الورد والشوكولاته، احنا عندنا للاسف الشديد جدا ثقافه التسامح غير موجوده، لما عندنا ثقافه الانا
كل واحد بيقول لك انا حقي وهي تقول انا حقي، هو ما كلمنيش انا ما كلموش، هو ما ادانيش انا ما اديتلوش، هو ما سمعنيش انا ما سمعوش، هو احسن مني فيه، انا زي زيه. الندية في المشاعر تقتلها. لا ندية في المشاعر. الشاطر اللي يدي الاخر يعني العطاء، الحب متبادل. انا قلت ايه؟ الحب ما حب الاخر. الرومانسيه اللي بتكلم عنها الاستاذه لازم تبقى كل متبادله. بنات أيوة متبادلة، كل بنات جداً. العالم يحب الرومانسيه، لكن هاو كيف؟ الكلمه الطيبه ده احنا كلمه صغيره. انا عايز اقول لحضرتك حاجه من ضمن قهر المراه للاسف الشديد جدا. تعالي شوفي انت اللي يقول لك ايه، انا محتاجه لحد يطبطب عليا. شوف الله، شوف الكلمه ويحتويني، انا محتاج حد يطبطب عليا ويحتويني. والراجل يقول لك ايه، انا محتاج واحده تفهمني. يبقى فيه عنصرين مفقودين، الحنيه والطبطبه والفهم. يجوا ازاي؟ بالحوار. قوي قوي صح. جميل. يجوا ازاي؟ ده حاجه بس كلنا بننادي، وفي هجمه حاليا اخوانيه سلفيه عن القيم الدينيه وقيم سيدنا رسول الله. طب تعالوا نعمل زي ما كان بيعمل سيدنا رسول الله. طب تعالوا نشوف التعاون اللي تفضلت وقالت عليه الاستاذه منى، سيدنا رسول الله مع زوجاته. اللهم صل وسلم. تعال نشوف دلعه وهزاره عليه الصلاه والسلام مع السيده عائشه. تعال نشوف حبه للنساء وصيته بيهم. انما ايه؟ النساء تفتكر دي. طب انت اعملي زيهم. يكفرنا العشير ما بيفتكروش الحاجات. من ضمن النقد الذاتي ليا، يعني انا للاسف شيء جدا انا لا اتسامح، انا عايزه بس. يعني انت شخصيه من الرجاله الكتير الموجودين دلوقتي. انا شخصيه انانيه. بتعمل ايه بقى؟ عايزه بس. يمشي على فكره. انا ما اعرفش راجل مش اناني، كل الرجاله انانيين. بص يا ماما، عايزه يمشي اللي في دماغي يكسر الدنيا. طب مراتك بتعمل ايه بقى؟ يعني غلبانه تقعد ساكته في الاوضه وتعيط. طب وانت ما كنتش بتصالحها؟ بعدين بعد ما يجيلك مزاج. لا مش مزاج، شيء من الايجابيه بقى حضرتك. بعد ما يعني ايه؟ يعني لحظه بعد، عشان دي مهمه جدا للستات. لا تواجهي زوجك وهو عنيف في لحظه غضب. لا تواجهي زوجك ساعه الغضب، لا تتحديه عندما يكون منفعل، اديله فوق مساحه عشان وان عدتم عدنا هرجع لك. انا معترض على كلمه عنيف. نعم معترض على كلمه عنيف. وانا معترض مش كده؟ وانا معترض. يعني ايه تحتها خطين حمر؟ يعني سي انا 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 جاي من ممكن لحظه غاضب. غاضب يعني اقصد ايه؟ لانه ما بتخيلش ان الدكتور احمد ممكن يكون عنيف مع زوجته. حتى لو بتفهمك زعلانتك قول، حتى لو بتفهمك جاي من بره أو أكتر ولا كذا. حضرتك قلت عايز واحدة تفهمني، حتى لو بتفهمك تبقى عنيف معها؟ لا يعني لا في لحظة يعني بتسكت لما تقول مفهوم العنف. امبارح انتوا كنت عندكم حلقة مهمة جدا عن العنف. الأستاذة اتكلمت عن واحدة معينة يعني هاي ستاندر وبتاع، وحصل لها. العنف درجات. ده الإهمال عنف. طبعا ده تطنيش المرأة عنف. ده الإساءة ليها بكلمة. كانت بتقول إن هو ما يتكلمش معايا. ده لو قال لها أكلك وحش عنف. طب ده لو ما قالهاش خالص وما يعني اعتبرها انها مش موجوده، ده نوع من العنف. طب خليني استغل وجودك. نعم خليني استغل وجودك. حضرتك كنت هتنقد نفسك وتكلمنا بمنتهى الصراحه. هل انت كنت بتهتم لو زوجه حضرتك جت قالت لك ده الولاد النهارده عملوا كذا وكذا وكذا، ولا بتقولها انا عندي شغلي، عندي تصحيح، مشكلتي مع اولادي، عندي مناقشه، عندي رسائل، كنت مش فاضي. كنت موجود كانسان بتكلم بجد يعني؟ احنا ما ربناش ولادنا. امال ايه اللي حصل؟ اللي ربيته الله يديها الصحة ويرحمها ويعني يجعله سببها في الجنة حماتي. الجدة يعني. اللي ربت ولادي حماتي. لكن في الوقت نفسه كان فيه هي رحمة الله عليها ساعه هي ومراتي لها الفضل في هذا. يقول لك هقول لبابا، كان بابا عنصر الضبط داخل الأسرة. حتى لو بابا مش هيعرف بس هقول لبابا. حتى لو مش موجود. ده ذكاء برضه، ده ذكاء. هقول لبابا، بابا يعني ايه؟ يعني تخويف بالضرب، يعني تخويف بحرمان من المصروف، يعني تخويف بالاهمال. شوفي يا استاذه، رجل او امراه عايزه تقتليه اهمليه. الشعور بالاهمال ده شعور خطير. بالظبط. انت مش حلوه وجميله؟ احنا عايزين نحب بعض مش هنقتل بعض. انت مش واخده ايه ومعاك فلوس ايه ومش طايقك. الاهمال ده شيء خطير، يقتل الرومانسيه، يقتل الحب، يقتل الموده، حتى بالنسبه للابناء. انا بلاحظ انه ما بيبينوش الاهالي انهم بيحبوا ولادهم. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يا استاذ؟ يعني انا اقول لبنتي مثلا بحبك وطبطب عليها ولا يعني ممكن يبقى مريض فالام من كتر تعبها مثلا عنده حراره فتبصي تلاقيها قاعده بتعمل له كمادات لكن تعبانه ومجهده. كلمه الحب بتبني حب او عدم سعادتها مع الزوج. كلمه الحب بتبني حب. لما انا اقول له انا بحبك قوي، انا بحبك قوي يا حبيبي هتبقى كويس، بتبقى بتغذي الروح. كلمه الحب بتبني الحب مش بتهد. طب الاسر الكئيبه
والأسر الباردة. نقول لها ناخد ننبه بقى ونتنبه لفكرة إنه لازم يبقى فيه. إيه مواصفات الأسرة الكئيبة؟ بكره النكد بكره النكد بكره بكره في ستات غاويين نكد كمان يا جميل يا دكتور احمد. ما في رجاله غاويين نكد وفي ستات غاوي. المفاهيم الثقافيه ثقافه لا ده حتى النكد ده حياه. ده في جمود. تبصي لكيف ننقذ الاسره المصريه. هو كيف ما احنا برنامج زي ده بيوعي شويه ان احنا نهتم ببعض، نراعي بعض، الحنان، الرومانسيه، الحب، شيء من الرومانسيه، انا بجد طيبه، اللطف، انا مش على طول رومانسيه، لكن احاول اوجد الجو اللي يخلي ولادي يرجعوا بيتهم كمان، ما يجروش يدوروا على الحب في حته تانيه. ايوه هي دي. ازاي بقى؟ هي دي. اديني مثلا. لازم احسس ولادي ايجابي بقى، بالشكل الايجابي، يعني انقلي التعبير، بدل ما تقولي له هو انت متاخر كده ليه، طول النهار مع اصحابك، لما يبقى عندك مراهق في البيت ما ينفعش تكلميه بالطريقه دي، لانه عنده علاقه نديه معاكي، والنهارده عنده مفتوحه لعالم اخر. مزبوط. وعلى اسلوب اخر في المعاملات في العائلات التانيه، فممكن يقول لك انت مالك انت بتزعلي ليه، انا راجل. ايه طب في ايه، كنت بذاكر، كنت في دروس. لا قولي له يا ريتك متاخرش عشان بحب اتعشى معاك. بتوحشني. بتوحشني. ما تتاخرش عليا، انا قاعده مش راضيه. لانك انت بتتكلمي مره في 20 بنت انت متاخر. طب انا هتغدى، انا هتغدى، انت جاي دلوقتي، ما الاكل بارد. لا انقلي بقى الايجابيه شويه. أيوة. كلمه مثلا انا مش هاكل لما انت تيجي. يا ستي ان شاء الله نص ساعه. صح. تعال نيجي. يحب البيت. انا بحس انه مع الاشكال الجديده في العلاقات ومع الضغط الاقتصادي اصبح الناس مش طايقه بعض، حتى الاصدقاء. الصديقه النهارده لو جيتي تقولي لها كلمه ريمارك نقد بتبعد عن، بتتضايق منك. يعني مش ناقص. لكن لو قلت لها كلمه ايجابيه في حاجه ممكن تكوني قصدها مصلحتها، ممكن تتقبلها منك. دكتور تمام. شوف يا حبيبتي. اتفضل. نبي انت يا حبيبي. الله يخليك يا رب. شوفي سيادتك. يعني وبصدق يعني. مشكله الاولاد في حياتنا انهم مش بيلاقوا والديهم لما يعوزوهم. مشكله الراجل مش لاقي مراته لما يعوزها. مشكله الست مش بتلاقي جوزها لما تعوزه. بتبقى العيله التايهه. دي العيله البرده. دي العيله البرده. كل واحد انت اتكلمتي عنها. مهم قوي. يعني يجب جدا، وده الكلام هي اللي تفضلت عليه، بتقول لي بتستناه عشان تتعشى معاه تلاقيه. لما انا عايز مراتي احكي معاها، اتكلم معاها، افضفض لها، اشتم، اغلط، الاقيها. لما هي عايزه جوزها يسمعها وعايز تفضفض له وتشكي له وتصرخ له يسمعها. احنا ما بنسمعش بعض. احنا كل واحد مش الحوار. طيب. احنا ما بنسمعش بعض. متواصل. الحاجه الثانيه الاولاد، ودي اخطر حاجه، جعلت الفندقه وجعلت الاولاد يهربوا من البيت الى الشات، من البيت الى الفيسبوك، من البيت الى الشارع. هم غلابه برضه. فكره ايه؟ ان انا عايز ماما، ماما مش سامعاني، عايز بابا وبابا مش سامعني، ويمكن قاعد معايا ساعات طويله. ما انا قلت لك فيزيكال ان منتلي اوت. طب ساعات اكمل حضرتك الجزئيه دي منتهى الخطوره. أوكي. لما انا بسال الاولاد في مجموعه دراسات حقيقه، لو عندك مشكله تشكيها لبابا، لماما، لاختك، لاخوك، لصديقك. 85% من العينه يقولوا اشكيها لصديقي. معنى كده ان في غياب للحوار بين الاطراف الاخرى. والقدوه بقت هو الصديق. هنا القدوه. القدوه بابا ده عنصر الضبط والخوف، وهات بابا بتاع هات، وماما بتاعت ايه؟ الطيبه والحنيه والطنش، وتسكت عشان الراجل ما يضربهمش، او الراجل ما يقساش عليهم، او الراجل ما يعنفهاش، او الراجل ما يتهمهاش بالاهمال. في ظل هذا الجو من الفرديه المطلقه، احنا يا استاذه منى، يا استاذه اميره، يا استاذه مفيده، انا مركزه معاك، كاني مش موجود، انا مسمع. تحولت علاقتنا الى علاقه مصالح. انا هكسب من وراك ايه يا ستي؟ النهارده الحب متاجره، الزواج متاجره، العلاقات الانسانيه متاجره، السياسه النهارده متاجره. الكل بيتاجر بالكلام، والكل بيتاجر بالمشاعر، والكل بيتاجر بالحب، والكل بيتاجر بالكذب. نحن النهارده مش الكل قوي يا دكتور. يعني في ناس لسه برضه حريصه على القيم في المجتمع المصري. اسمحوا لي الاول اخد تليفونات، معلش انا فعلت يعني، لكن صدقيني في حاله الرغبه في ان انا عايز مصلحتي فين. مصلحتي فين؟ مصلحتي فين؟ وناخد اميره. احنا اسفين يا اميره، سيبك فتره طويله، بس فعلا. اعتقد ان انت بتستفيدي اكتر بالحوار، فانا بعتذر مره ثانيه. اميره اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا حبيبتي. مساء الخير عليكم كلكم. مساء النور يا حبيبتي. انا اسفه طبعا، متوتره لاني اول مره اتكلم في برنامج. لا لا نورتينا. اهلا وسهلا، اتفضلي. ميرسي. انا طبعا عايزه اشكركم على الموضوع. عايزه اقول لكم ان انا اهلي قعدوني من المدرسه
قالوا لي انت بنت فما ينفعش انك تكملي تعليمك، جوزوني وانا عندي 15 سنه. كارثه دي. طبعا جوزي طبعا كان عايز اخد طفله فعايز يربيها او يطبعها بطبعه، فكان طبعا بيفضل لا يضرب فيا ويعملني اسوأ معامله. فضفضي فضفضي يا بنتي، فضفضي وقولي، ما تتكسفيش من نفسك، وبعدين مش انت وحدك، ده في الاف الاف غيرك والله. وانا اشكرك جدا جدا على شجاعتك وعلى انك انت صادقه مع نفسك. فضفضي فضفضي وقولي وكلمينا بعد البرنامج. بقالي 11 سنه متجوزه دلوقتي، يعني تقريبا انا ما اعرفهوش، يعني بقالي 11 سنه بس ما اعرفهوش، يعني تقريبا ما بشوفهوش. انت انسان ممتازه والله، يعني فعلا يعتبر عايشه لوحدي، يعني ما يعرفش عني حاجة ولا نعرف عنه حاجة. يعني هو فين؟ عايز أقول لك حاجة والله والله والله، قلتهم أحسن ولا اوحش حاجه في الدنيا ان الانسان يخسر نفسه. اوعي تخسري نفسك بالظبط، هو ده اللي انا قصدته. واكسبي اكسبي بنتك او ابنك، وبص لبكره وخلي خلي بالك وفكري انت عايزه ايه، فكري انت عايزه ايه، تعملي ايه في حياتك مع بناتي. يعني انا مش عارفه اتعامل معاهم. لازم تتعاملي مع بناتك عشان انت ام جميله تقدري تعملي حاجه كتير قوي. ما تخليش حد ابدا يكسر مقاديفك ولا يحسسك انك اقل من بناتك. هو موجود جوه القاهره ولا بره؟ لا هو موجود هنا معانا يعني، بس هو يعني سيدي بيبات معاكم في اسكندريه، ما بيهتمش بيا ولا بيهتم بيا. طيب مش بيشتغل يعني مثلا فتره طويله في الشغل؟ لا هو مش شغله، مش المشكله مش شغله يا اميره، يعني هو بيخلص فتره شغله ويفضل طول بقى بقيه الوقت كله بره بيته، يعني مع اصحابه مع اصحابه على قهوه، الحاجات دي بيغلط فيها بيقع فيها. هو 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 مستقل بعد المؤسسات اللي بتعمل مساعدة زوجية للأزواج اللي عندهم مشاكل. انت واضح انك متجوزة صغيرة وجوزك زي ما انت قلت حاول يطبعك، وبعدين دلوقتي بقى عندك ولاد وبتاع والدنيا مشيت، انت حاسة ان حياتك الزوجية مش متزبطة، حاولي تشوفي. اولا في جمعيات مجتمع مدني بتعمل مساعدة زوجية، مؤسسة وعي امبارح، في مؤسسات كتيرة، حاولي بعد البرنامج توصلي لحاجة تخليكي تعالجي المشكلة دي مش تفركشي الدنيا. اميرة احنا عايزينك تسيبي رقم تليفونك عشان خاطر الدكتور احمد عايز يتكلم معاكي، اولا ده اول حاجة. تاني حاجة انا مش عايزاكي تحسي انك انت اقل من اي حد، مش معنى انك ما كملتيش تعليمك انك ما تصلحيش انك انت تربي ولادك. عليها دور تربية الاولاد. في ما اكتر الامهات اللي ما كملوش تعليمهم وطلعوا بناتهم وولادهم من احسن احسن الشخصيات الموجوده. حطي حبك لولادك، اوعي تحسي انك قليله. نفسيتي متدمره. انت يعني بقالك كام سنه متجوزه؟ في سني لسه لغايه دلوقتي ما اتجوزوش. انا ما عشتش سني، ما عشتش حياتي خالص، يعني 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 المفروض الوقت اللي كنت المفروض اقضي فيه اسعد. لحتى لو طلع مش هتلاقيه. هو كان بيضربني وكان يعني بيتعامل معايا في عنف. ده اللي انا بقول لك، لازم تشوفي حد يساعدك. لازم تشوفي. امبارح كان معانا مؤسسه وعي. ما عندناش حاجه اسمها طلاق، فالمفروض ان انا افضل طول عمري عايشه على الوضع ده. يعني مين اللي ما عندوش حاجه اسمها طلاق؟ عيلتها ما عندهاش حاجه اسمها العيله؟ يعني احنا ما عندناش حاجه اسمها طلاق، فالمفروض ان انت ده قهر عائلي كمان. ده في جريمه، ده في باباكي ومامتك يا حبيبتي، ده في جريمه من الاب والام اصلا. انت ضحيه مجتمع على فكره، وضحيه اهل واسره يعني غير سويه انهم يجوزوكي في السن الصغير ده. بس انا بعتقد ان انت مع الوقت ابتدي فكري انت عايزه ايه. لازم أيوة هي هو ده تحدد. وعايزين كمان انت نقول لها يعني انت بني ادمه وليكي حقوق. برضه نقول له حاجه طبعا عني، ما يعني تخافيش، لانه في حقوق ممكن تصان وفي حلول كتيره جدا ممكن تلاقيها لحياتك. انما لازم تفكري انت عايزه ايه. هل انت عايزه تكملي الحياه دي؟ لا طبعا. هل عندك موارد تقدري تعملي حاجه تعيشي لو لو مثلا انفصلتي؟ ما عندهاش اي حاجه. لا هو هي دي المشكله، هي دي المشكله. انت عندك اي، ما فيش شهاده، ما فيش دخل، فلازم هفضل معتمده عليه طول عمري. هو طبعا ماسكني على فكره. مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه طول عمرك. روحي مؤسسه وعي طول عمرك، في مؤسسه وعي بتاعت امبارح اللي كانت معانا بتعيد تاهيل. مدام انيه انا من اسكندريه.
اكيد عندك في اسكندريه جمعيات تبع المجتمع المدني بتلعب نفس الدور وبتعمل مساعده. اقول لك حاجه يا اميره، احنا هنتابع معاكي وهندي وهندور لك على في مؤسسات في اسكندريه ممكن تساعد. عارفه لو بتعرفي تخيطي، لو بتعرفي تعملي شربات، لو بتعرفي تطبخي اي حاجه انت بتعرفي تعمليها تقدري تمسكي هم يعلموني ويطوروا قدراتي. هل مفيش حد كبير في العيله ممكن ينقذها؟ يعني ده احنا بنناشد المشكله مش في العيله يا اخوانا، المشكله اللي حواليها. يعني يا ريت زي ما قالت الاستاذه منى خطبوه، هو مش سامعنا ومش يعني لازم احنا نخاطب امثاله بلاش هو. يعني عايزين نقول يا اخوانا اتقي الله في زوجتك، اتقي الله في اولادك. الطلاق رحمه احيانا لكن ما ينفعش اطلاقا يبقى هذا النوع. ليه المصارحه؟ انا ما بحبكش طب سيبني. عايزين حضرتك يعني قلت واحد تعبير جميل قوي، حضرتك قلت تعبير بنكير راجل او بسطجي جايب فلوس يعني لما يشتغل طول النهار وما فيش كلمه حلوه في تعاطف مع الزوجه خلاص. بصي انا عايز اقول حاجه بقى، هقول لكم حاجه. انتوا للاسف احنا سمعنا من طرف واحد للاسف انتوا بتلفوا حواليها، كلنا بنلف حواليها. ما تحت السقف ما يعرفوش غير ربنا واصحابه. صح، دايما احنا نيجي لكل المشاكل وما نقولش السويت بوينت او النقطه الاساسيه اللي في العلاقه الزوجيه هي شكلها ايه. ودايما احنا بنضحك على نفسينا ونلف حواليها مش بنواجهها. ليه؟ انا مش هطلع نفسي غلطان، مفيش حد يحب يعاني نفسه. بس سمعنا من طرف واحد دايما الحاجه الثانيه لكن احنا نتفق على رؤيه استاذه منى ان هنالك خلل في العلاقه الزوجيه. مزبوط. في خلل في العلاقه الحميميه، الطرف دايما اقوى. في خلل في العلاقه الانسانيه، الطرف دايما الرجل بيبقى الطرف الاقوى. وده مش مظبوط زي ما حضرتك بتقول. في خلل انه خلل، في خلل اهم فان احنا نفهم يعني ايه زواج، يعني ايه اسره. اسره يعني مجموعه من الصغر تتعاون وتتعاطف وتتراحم من اجل وصول لهدف. دلوقتي الهدف بقى فردي مش هدف جماعي، هو أنا كل واحد بينجح لنفسه. طيب احنا معانا استاذه ليلى معانا على التليفون ومدام ناهد كمان، فناخدهم ونتكلم بعد كده. استاذه ليلى اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اولا انا بحييكم لان انا بتابعكم من اول ما بداتوا. الله يخلي حضرتك. ميرسي. الديكور بتاعكم مبهج. ميرسي حضرتك، تنورينا كمان. انا بحيي الاساتذه اللي موجودين معاكم. شكرا جزيلا. وانا هحكي لكم على تجربتي يمكن حد يستفيد منها. اتفضلي. انا كنت بشتغل مدرسه وزوجي طبيب، ووقته طبعا كان لا يسمح انه يبقى فضيلي 24 ساعة ولا حتى 10 ساعات في اليوم. فانا عملت نظام لحياتي انا وولادي بحيث ان احنا لازم نتجمع على الغدا وكلنا نحترم هذا الميعاد. يا رب يجي الساعة 9 بالليل. لو هو اتأخر واحنا قاعدين للساعة 9 بالليل طبعا الولاد مثلا كنت وهم صغيرين اديهم سندوتشات اصبرهم على اساس ان بابا جاي هنتغدى سوا. طبعا بابا بيجي الساعه 4 5 لانه بقى بدا يحترم هذا الميعاد. ليه؟ حاس ان احنا قاعدين مستنيين نتغدى سوا. جميل. نقعد على الترابيزه السفره كل واحد يحكي حصل له ايه في اليوم ده. كل واحد بابا الاول طبعا يحكي النهارده جم عملوا كذا كذا، يعني لدرجه انا من كتر ما هو اتكلم عن الادويه انا بقيت حافظاها. الله فهمتي شغله. انت بتحبيه شغل. انت بتحبيه يا مدام ليلى؟ صح. وانا مدرسه. انت بتحبيه ايه؟ ولادي كلهم بيحكوا اللي حصل لهم في المدرسه. انا بقى مدرسه في المدرسه عندي، كنت عامله حصه في من جدولي، حصه اخذ الطالبات واروح بيهم المكتبه علشان نقرا في المكتبه الكتب اللي ايه في الموجوده في المكتبه. واطلب منهم يعملوا لي ملخصات لما قرئ. الله. عشان يبقى في عمليه متابعه. يعني أيه. كمان ناجحه في شغلك الحمد لله ما شاء الله. يا رب الحمد لله، يا رب اكون فعلا قدرت اعمل حاجه. ربنا يوفقك ويخلي لك اسرتك الجميله. ناخد عندها واحد. اهلا وسهلا استاذه ناهد، اتفضلي. استاذه ناهد. الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. برحب بيكي يا استاذ. مساء الخير. مساء النور يا فندم. انا برحب بيكم كلكم بس انا عايزه اكلم الدكتور ممكن؟ دكتور احمد موجود. اتفضل. يعني انا عايزه اقول للدكتور ان انا عايزه اقول لك يا دكتور ان انا احتويت اولادي احتواء كامل. لان زوجي تقريبا هو فعلا هو فيزيكال موجود ومنتال مش موجود نهائيا. يعني ما عندوش استعداد يتكلم معانا خالص. طب بذمتك مش برضه ده صعبان عليك نفسك؟ لا
قاهرني جوا نفسي. مش صعبان عليك نفسك انك انت زي ما قالت الاستاذه منى بتدي 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 وانت نفسك محرومه؟ جدا جدا. بس اتفضلي. طبعا. بس فضل. زي ما استاذه منى بتقول الام لازم 1 و2 و3 لغايه 8. انا خدت 1 و2 و3 لغايه 100 لغايه 10 كمان. بس مش لاقيه حد يعني يدعمني ان انا اخلي ابني يتكلم معايا. يعني ابني اصبح دلوقتي صوره من ابوه للاسف. بيدخل من الباب يقول لي في اكل، انا جعان بس انا مصدع، انا عايز انام، انا نازل. يعني نفس اللاين اللي بابا كان متابعه بالظبط. مع ان انا اديتكم كتير جدا وليتي جدا جدا. ولقيتي يا استاذه ناهد؟ نعم. لقيتي ناهد؟ نعم. لقيتي ناهد؟ لقيتي ناهد؟ لا والله. لا. طب لما تلاقيها والنبي سلمي لي عليها. انا مطحونه. طب انا مش عارفه هي عملت دورها وزياده. لا ما هو ما ينفعش اطلاقا. شوفي يعني اسوأ حاجه في الدنيا زي ما قال سيدنا المسيح عليه السلام، ماذا يفيد الانسان لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟ ايوه. اخطر حاجه ان الانسان يخسر نفسه. ادي ولادي. اذا انا لقيت الاب مش هنا خالص، هو مش على باله الولاد دي بتقول ايه ولا بتعمل ايه. هي ما بصتش لنفسها خالص. يعني هو عايز نفسه. والاستاذه ناهد نموذج من مئات النماذج المصريه. حضرتك موديل يعني مش عايز اقول ملايين السيدات اللي في النهايه بيكتشفوا ان عندهم مشاكل في حياتهم الزوجيه. وده ناتج عن سوء الاختيار. لكن بيركزوا مع اولادهم، بيحاولوا يقوا اولادهم المشاكل دي، بيحاولوا يخلوا اولادهم بالبلدي ما يفرطوش منهم، ما يبعدوش عنهم. تحياتي ليكي ولكل واحده زي حضرتك. انا عايز اقول لها حاجه. اتفضل. يعني هي بجد احنا بنعرف نتكلم كتير، بنعرف نقول لا ده انا متاكد وانا عارف وانا فاهم، لكن لحد النهارده والعمل قليل مش عارفين نتجوز. طب احنا مش استاذ ناهد، احنا عشان وقتنا احنا عايزين نعرف روشته سريعه لكل ام حاليا بتتفرج علينا. سواء مفيد احنا عايزين حاجه للاب. وشايف ما هي الاب ما هي. اسمعوا اولادكم، اسمعوا اللي ملوش دور. نقول ايه للاسره؟ نقول انه في 21 مارس اهو جاي ان شاء الله في عيد الام، نلتقي على الحب بقى. نحاول نعمل شيء من الرومانسية جوه البيت. انا يمكن حواجه كلامي اكتر للرجالة، هقول لهم انه يعني لابد من انسان يراعي ربنا في مراته وام ولاده وفي ولاده، ان في جزء من العطاء لابد ان الاب يقوم بيه الى جانب عمله. يعني ما لن تستقيم أسرة بعمل ناجح خارج البيت وأسرة مفككة او مدمرة. ان الام مش دورها بس الرعاية الصحية والبيتية، الام رعاية الابناء ومين يرعاها هي وتوعيتهم. عايزة اقول لها ان معشان كده انا جاي الام فكرة الام، ان انا على 21 ما بحيي كل ام مصرية، لان انا فعلا بشوف نماذج رائعة ومقهورة. فكفاية بقى قهر للمرأة المصرية، كفاية قهر الام. ابتدي اقول لها انت كمان شوفي انت حابة ايه، وجدي ان لم تجدي حواليك من يعطيك العطاء او من يعطيك الحنان، اوجدي لنفسك نوع من السعاده بقى الذاتيه. اوجد لنفسي لحظات سعاده على نفسي، ابني نفسي من جوه، اعمل حاجه انا بحبها، افكر ازاي اسعد نفسي شويه، ما انساش نفسي، لانه لو انا بضحيه على طول على طول على طول هتتصدقيني. ما تستعذبيش الالم ومش قادره تصدقيني، ما اقعدش استنى المقابل، لانه احيانا المقابل ما بيجيش. ده في بالعكس ازواج بعد ما الست بتكافح تبتدي تكبر في السن بيتزوج عليها. حضرتك كنت بتتكلمي على مشكله الزوج. امني نفسك. انا دايما اقول لازم يبقى ليا قرار لحياتي، اخد مبادره لحياتي، اقرر انا عايزه اعمل ايه. بعطي لاسرتي لكن في جزء لنفسي. اذا اشتغلت يبقى عندي دخل، اذا اشتغلت يبقى عندي مورد عشان في يوم من الايام ما اضيعش حياتي هباء وبعدين الاقي نفسي يا اما مريضه يا اما متروكه يا اما مقهوره. لا، في جزء وعي للمرأة ازاي تقدر تحافظ على أسرتها وعلى نفسها كمان. دكتور أحمد تفضل. يعني هو أنا هاخد الخيط من الأستاذة منى، حقيقة قالت كلام مهم جدا اللي هو تأمين النفس. أشكرك. أنا أعتقد تأمين النفس مهم جدا يكون جداً. بالمال ومهم جدا يكون بالحنان. مظبوط. قال أمنها بالعدل. احنا لا نعدل بين أبنائنا
ولا نعدل بين أزواجنا ولا حتى بنعدل بين أنفسنا. وإن كنت أنا بوجه رسالة لكل الرجال أو كل الأزواج، لو بيتك خرب أنت خسرت كل حاجة بالزبط. مهما كسبت من فلوس ومهما كسبت من مال. وبقول للستات انسوا النكد، انسوا الكآبة، تعلموا الضحك. ستات ما بيضحكوش، ستاتنا ما بيحبوش الضحك. ليه؟ لأن مجتمع لا هقولك ليه، لأن مجتمع متربي غلط. البنت بتضحك قليلة الأدب. لا والله كمان دكتور، المجتمع شايلة فوق طاقتها المجتمع إلى بالإضافة للضغوط. يعني أنا جاي النهاردة في الطريق فبقول للأخ اللي جابني فيش له واحد من اللي ماشيين بيضحك، ما لقيناش لا ست ولا راجل مبتسم. هذا القدر من الهموم وهذا القدر من الكآبة وهذا القدر من النكد بينعكس في البيت. طب انت عايز البيت الأولاد. عايز البيت وعلى الاولاد وعلى الزوجه. عايز الرومانسيه نجيبها منين؟ انا يا ريت بيبيعوا اي رومانسيه في اي سوبر ماركت وانا اشتري واوزع. الرومانسيه تبدا بحاجتين: الرضا بما قسم الله لك، وان تسعى جاهدا ان تعدل، وان تتسامح، وان تتقي الله في نفسك وفي اولادك وفي اهل بيتك. بشكركم، يعني مش عارفه اقول لكم ايه، يعني كانت حلقه اكثر من رائعه، على امل ان احنا بنفضل مكملين في الموضوع ده. بشكر حضراتكم. وسؤالنا النهارده: هل تعتقد ان اغلب البيوت تحولت الى فنادق عائليه؟ جالنا 295 صوت على نعم، يعني 70%. لا جالها 57 صوت، يعني 13%. احيانا جالها 70 صوت، يعني 14%. اذا 70% من مشاهدين النهارده بيقولوا ايوه تحولت الى فنادق عائليه. البيوت الحقونا. نشكركم. شكرا. بعد فاصل الفقره القانونيه مع الاستاذه اميره ان شاء الله. القانونية من الفقرات المهمة جدا لحضراتكم، من الواضح بسبب الأسئلة الكتيرة الموجودة، ونحاول نحن نرد عليها كلها إن شاء الله. لكن حلقتنا النهاردة إحنا اخترنا نتكلم عن الوصية، الفرق ما بين الوصية والهبة والميراث. طب ممكن نفهم بقى الثلاثة: الوصية، الميراث، الهبة. طيب خليني أقول الآتي: القاعدة الأصلية الميراث هو إنه لما شخص بيتوفى قرايبه بيبقى ليهم نسب في ملكية ممتلكاته. تمام. النسب دي محددة في القانون، والقانون مستقيها من الشريعة، نسب يعني غير قابلة للتغيير. يعني لما نقول الزوجة اللي جوزها ليه أولاد مش ولادها، يعني ممكن تبقى أنا متجوزة راجل عنده أولاد، أو ده جوزي وهم أولادي أنا. الزوجة اللي جوزها أو المتوفي عنده أولاد ترث الثمن، اللي ما عندوش أولاد خالص ترث الربع. الزوج يرث في زوجته الربع لو عندها اولاد، لو ما عندهاش اولاد يرث النص. الولاد، الولد ضعف البنت، دي قاعده معروفه. يعني لو عندي ولد وعندي بنت، الولد يورث ضعف البنت. دي قواعد الامور المعروفه يعني. أوكي. طيب عشان كده لما بيتوفى اي حد بيروح اهله المحكمه الشرعيه يطلعوا حاجه اسمها اعلام شرعي. الاعلام الشرعي بيقول توفى فلان عن ورثه فلان وعلان وترتان، وكل واحد نصيبه كام في التركه. ده الاعلان الوراثي اللي هو اعلام الوراثه. انا اوكي. في بقى الوصيه. الوصيه انا اوصي لحد بجزء من ممتلكاتي، واقول اوصي كده: اوصي انا اميره بهي الدين لفلان الفلاني بالشقه دي، بالبيت ده، بمبلغ 100,000 جنيه، بكذا بكذا. القاعده الشرعيه ان الوصيه ممكن تمشي من غير ما الورثه يوافقوا، وممكن تشترط عشان تسري لابد من موافقه الورثه. ايه اللي يخليها امتى ده وامتى ده؟ لو انا اوصيت في حدود تلت تركتي، اقل من تلت تركتي او تلت تركتي، مانيش محتاجة إجازة من الورثة. نحط مسألة محلولة زي اللي كانوا بيدوها لنا في كلية الحقوق. لو أنا كل ميراثي 300,000 جنيه، تمام، وعملت وصية لحد ب90,000 جنيه، ده أقل من التلت، أو ب100,000 جنيه، هنا الوصية تسري بدون موافقة الورثة. بدون موافقة الورثة. طيب لو أكتر من التلت لابد من موافقة الورثة. لو 150,000، لو أكتر من التلت، لو 150 لابد من موافقة الورثة، وإذا ما وافقوش تسري في حدود التلت بس. اوكي. اوكي؟ طب ده الوصية. طب إيه بقى الهبة؟ الهبة إن أنا وأنا في حياة عيني كده
اقرر انقل حاجه من ممتلكاتي مثلا لبنتي، لابني، لحفيدي. بس الهبه عشان تبقى صحيحه اولا لازم توثق في الشهر العقاري. يعني بعض الناس بتقع في اخطاء شائعه، يقولك انا عملت عقد هبه لفلان وكتبت العقد عند المحامي وحطيته في الدرج. العقد الوصيه الهبه الرسميه المعترف بها امام المحاكم لازم تكون يعني مسجله في الشهر العقاري. وعشان تبقى هبه ما تبقاش تصرف، ما تبقاش وصيه في شكل تصرف تاني. يعني ساعات الناس تيجي تعمل ايه، مثلا انا عندي بنتين تمام، فاقوم اقول ايه، انا والله بعد عمر طويل لو مت مثلا اخويا هيورث، اختي هتورث، ابويا هيورث، طب انا مش عايزه حد يورث معايا، طب اعمل، مش عايزه حد يورث مع بناتي في ممتلكاتي. تكتبي اقوم الناس تقول لك ايه، انا باسمهم الحاجات باسمهم. في خطا شديد بالناس بتقع فيه. ايه بقى؟ اذا انا كتبت انا بعت الشقه دي لبنتي من النهارده، بيع من النهارده، وان هي تستلمها وان هي من حقها تاجرها ومنها كذا، يبقى البيع صحيح. انما لو قلت انا ببيع الشقه لبنتي لكن ما تستلمهاش الا بعد ما اموت، او ما تتصرفش باعتبارها المالكه الا بعد ما اموت، لو كتبت كده في العقد يبقى العقد ده في حقيقته وصيه مستتره. وصيه. لان انا الفرق الوصيه انا بقول هوزع جزء من تركتي بعد الوفاه. فلما انا اجي اقول انا بعمل عقد بيع او عقد هبه لكنه لا يسري بجد الا بعد الوفاه، يبقى ده وصيه، يبقى عقد بيع وصيه مستتره في صوره عقد بيع. والمحاكم لما الناس بتلجا للمحاكم تروح تقول والله المورث بتاعي ده مثلا، ودي صوره شائعه تلاقيها ايه، لما يكون راجل متجوز زوجه غير ام اولاده فيجي يقول لها انا هكتب لك الشقه بيع وشراء، يا روحي يا روحي خلاص. تيجي بعد بعد وفاه الاب تبص تلاقي ولاده يقولوا لها لا دي شقه ابونا، دي ملكنا كلنا، كلنا لينا نصيب في التركه. تقول لك لا ده انا معايا عقد. بس العقد مكتوب فيه انها لا يحق تتصرف في البيع ولا الشراء الا بعد وفاته، تبقى وصيه. عاده الاولاد بياخدوا العقد ده ويروحوا يقدموه في المحكمه ويقولوا دي وصيه مستتره، احنا ما بنجزهاش الا خلاص، يبقى تسري في حدود التاني. في حدود اللي انت قلتيها. في حدود التاني. طيب استاذه اميره معانا تليفونات ومعانا اسئله، ففي اثناء البتوين تقدري تكملي الموضوع. معانا انجي، اهلا وسهلا، اتفضلي استاذه انجي. الو مساء الخير. مساء النور. من فضلك استاذه اميره ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. دلوقتي مثلا لو انا والدي كتب لي شقه، كتب لي ليها عقد بيع، اوكي؟ سامعاكي. اوكي. وبعد ما اتوفى وكده هوت، العقد البيع ده هو عقد ابتدائي مش مسجل ولا معمول عليه صحه وفاه ولا اي حاجه، هل من حق الورثه ان هم يقولوا لا ده عقد ابتدائي وما يعتدوش بيه؟ ولا ده يعتبر عقد نهائي فعلا بيني وبينه؟ بصي يا حبيبتي، هو برضه في ان الشقه هي تبع محافظه وهو ما تنزلش في المحافظه، ولكن هو عمل عقد بيع بس كاتب فيه السعر ان هو اخذ فلان اخذ مني سعر كذا وسعرها كذا، يعني عقد بيع ابتدائي. لكن طب هل كان كاتب في العقد ده ان انت ما تتصرفيش في الشقه او ما يحقلكيش تقعدي فيها ولا تاجريها الا بعد وفاته؟ لا لا خالص، لا 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 خالص. طيب بصي، هي قصه ان العقد البيع ابتدائي ولا نهائي ما هياش مشكله خالص، اذا كان العقد البيع صحيح بمعنى ان مكتوب فيه اشترينا كذا وبعنا كذا بثمن كذا والثمن الدفع، يبقى عقد بيع صحيح حتى لو ابتدائي. لانه في احيانا كتير ممتلكات الاهالي بيكتبوها باسم ولادها ما بيسجلوهاش، لما بعد الوفاه بيروح الولاد يرفعوا قضيه صحه ونفاذ على ورثه المتوفي، على الاخوات، على الزوجه، على العمام، على كذا، ويسجلوا العقد. فقصه انه عقد ابتدائي في حد ذاته ما هياش المشكله، المشكله انهم لو وجدوا قرائن تقول ان ده مش عقد بيع حقيقي وانما ده عقد بيع بيغطي وصيه، ساعتها القاضي هو اللي هيقدر هل ده عقد بيع حقيقي ولا دي عقد بيع في صوره وصيه مستتره. طيب بس يا انجي ناخد حاجه من الاسئله. شريف صاحب بيقول انا والد والدي متوفي وخالتي تريد ان تعطيني شقه بعد وفاتها، ربنا يديها طول العمر وليا اتنين خلان لديهم خمس اولاد، فما التصرف؟ لو خالتك عملت لك عقد بيع وشراء حقيقي ورحت استلمت الشقه من النهارده وبقيت انت اللي بتاجرها او انت اللي ساكن فيها، ما يبقاش في صوره وصيه، يبقى الاجراء صحيح. لو خالتك عملت لك عقد هبه وسجلته في الشهر العقاري بمعنى ان انت ما دفعتش ثمن الشقه وانما هي وهبت ليك الشقه واصبحت تتصرف عليها باعتبارك المالك الحقيقي اعتبارا من النهارده، يبقى العقد صحيح. لو خالتك كتبت لك وصيه وكانت الشقه دي
تشكل اقل او تلت تركة خالتك، يعني خالتك عندها خمس ست شقق وعندها ارض وعندها فلوس في البنك، بحيث لما اجي اقيم الشقة دي الاقي ان قيمتها تساوي اقل من تلت التركة، يبقى الوصية هتبقى صحيحة دون احتياج لاجازة الورثة، وبالتالي يبقى الاجراء صحيح. في اشكال مختلفة يعني. طيب في سؤالين زي بعض، من واضح ان جوجو كيلاني وتشكر لاف بيقولوا لو سمحتي اميرة تردي علينا، عندنا مستأجر في عمارتنا عاوزين نمشيه وهو مش راضي، عاوز فلوس علشان يمشي، مع ان هو مش المستأجر الحقيقي، ده اخوه هو المستأجر الحقيقي، هو بيقول انها ورثة واخوه مش عاوزها واخوه لسه عايش. ببساطة شديدة، لما يبقى المستأجر الحقيقي مش قاعد في الشقة ويبقى اللي قاعد فيها اخوه، لازم نسأل نفسنا اسئلة كتيرة. هل الاتنين كانوا قاعدين وبعدين المستأجر الاصلي مشي وساب الشقة لاخوه ولا لا؟ هل تنازل عنها من الباطن ولا لا؟ انا ما اقدرش اجبر اي مستأجر انه يمشي، ما اقدرش اقول له روح امشي يقول لي لا انا عايز فلوس، او انا مش ماشي اصلا اقول له لا عليك انك تمشي. القانون عندنا ما فيهوش البند ده. هل اللي قاعد في الشقة النهاردة يعتبر مستأجر من الباطن، يعتبر تم التنازل له عن عقد الإيجار بغير مقتضى من أحكام القانون؟ كل حالة من دول ليها تفاصيلها اللي تبان في ضوء الظروف والملابسات الواقعية للواقعة. إنما لو أنا افترضت جدلا إن في مستأجر قاعد في شقة وهو، أو مواطن بلاش مستأجر بقى، مواطن قاعد في شقة وما هوش صاحب العقد والعقد ما بيمتدلوش وما فيش مساكنة طبقا للقانون، كل حاجة من دول ليها شروطها، واحد قاعد كده كأنه مغتصب الشقة، ساعتها مش هعرض عليه يمشي واديله فلوس ولا أقول له امشي، هروح أعمل محضر في الاسم وهروح أرفع دعوة إخلى باعتباره اغتصب العين. ايه اني اجابه من دول اللي تنطبق على حاله الصديقتين اللي سالوني؟ انا ما اقدرش اعرف بالظبط لان الفروق جوجو كيلاني بتبقى رفيعه قوي بين كل تفصيله وتفصيله. على كل واحده من حضراتكم انها تبقى معاها فايل وتروح تقابل المحامي بتاعها او تاخد استشاره من المحامي تقول له ادي الوضع، ده ما كانش ساكن، ده كان ساكن، ده كان العقد باسم الاب والاب مات، مين ايه، تدي له كل التفاصيل. في ضوء التفاصيل الرفيعه يتحدد الموقف النهائي منكم تجاه هذا الشخص. معانا استاذ محمد من السعوديه، اهلا وسهلا استاذ محمد، اتفضل. استاذ محمد اهلا. الو. ايوه الو، السلام عليكم. ممكن اسال المحاميه بس؟ انا مع حضرتك يا فندم. طيب دلوقتي انا اشتريت شقه من مامتي من سنه عن طريق، هي كانت مسجله ببنك الاسكان والتعمير واتنزلت عنها البنك. كويس. انا مسافر ما بروحش مصر كتير يعني، فهي المفتاح مع مامتي، فهي جايبه واحده تخدمها فادتها المفتاح، قعدت في الشقه وانا مش موجود. دلوقتي مامتي توفت الله يرحمها، مش عارف اطلع الناس دي من الشقه ازاي، اطلعهم معاهم عقد ايجار ولا معاهم اي حاجه خالص. حضرتك بتروح تعمل محضر في الاسم. حضرتك ببساطه شديده انت مالك الشقه لان والدتك باعتها لك. الست اللي كانت بتخدم والدتك دي ملهاش اي صفه قانونيه في البقاء في الشقه. حضرتك بتروح تعمل، بتخلي المحامي بتاع حضرتك يعمل محضر في الاسم يثبت فيه وقعة انهم قاعدين في الشقه اغتصابا لانهم لا مستاجرين ولا غيره، وبترفع عليهم دعوه اخلى باعتبارهم اغتصبوا الشقه وحيازتها بعد وفاه والدتك. القضيه بتاخد وقت شويه في المحاكم لانه في عدد كبير من القضايا في المحاكم، فاجراءاتنا نسبيا بطيئه، لكن في النهايه اذا حضرتك اثبت ان هم لا معاهم عقد ايجار ولا هم قرايبكم ولا عقد الايجار امتد لهم، يبقى هيمشوا ولا اي حاجه. هيمشوا. طب بشكر استاذ محمد. عندنا تيتا بعتنا بتقولنا ايه، في واحده ست عندها ورث شايع خلاص، ما عندهاش الحصه بتاعتها شايع، وعندها ثلاث بنات وعايزه تكتب الحصه دي للثلاث بنات بس مش عارفه تعمل ايه. عندها ورث شايع يعني مثلا تلت عمارة، عشر قراريط في فدان، الأرض مش متقسمة، هي ببساطة شديدة بتعمل عقد حاجة من اتنين، يا عقد بيع الحصة الشايعة لبناتها وتتقاضى التمن، أو إذا ما كانش فيه تمن بتعمل عقد هبة رسمي في الشهر العقاري، بتعمل له إجراءات تسجيل في الشهر العقاري، بتقول أنا وهبت حصتي الشايعة اللي هي مقدارها كذا لبناتي فلانة وفلانة وفلانة بالتساوي فيما بينهم. يوم بعد عمر طويل هم بيحلوا محل، أول ما بيبقى معاهم عقد الهبة أو عقد البيع بيحلوا محلها، بحيث في يوم من الأيام لو الميراث هيتقسم هم هياخدوا يا نصيبها عينا مثلا ارض او شقق او كذا، يا نصيبها نقدا ان تعذرت القسمه وباعوا الميراث الشايع ده. وجيهه على التليفون، اهلا وسهلا استاذ وجيهه، اتفضلي. اتفضلي استاذ وجيهه. استاذه وجيهه،
طيب عقبال ما تيجي عقبال ما توصل لنا على التليفون نخش دخلوها على طول مفيش مشكله جت. طيب ماجي محمد بتقول اميره لو سمحتي لو في عقد شقه تمليك متنازل عليه قدام اتنين شهود بما ينص للاب اللي هو المالك ان الشقه تقول للابن بعد ما ماته ولا يحق له بعد ما ماته ولا يحق له التصرف فيما فيها طالما الاب على قيد الحياه. دي مش عقد بيع, ده عقد, دي وصيه مستتره في صوره عقد بيع. لو الورثه طعنوا عليها المحاكم هتحكم ببطلان عقد البيع وهتعتبر انها وصيه لا تجاز الا في حدود التلت. ده مش عقد بيع. اول ما المحامي كتب بند ولا يتم التصرف الا بعد الوفاه ولا يحق لي كذا الا بعد الوفاه, يبقى المحامي باقراره والراجل العام او البايع او الواهب او كذا كانه اقر اقرار قانوني بان ده تصرف, بان دي وصيه لا تسري الا بعد الوفاه, يبقى في لا تجوز الا في حدود التلت وازيد من كده لابد من موافقه الورثه. واذا الورثه رفعوا قضيه على ابطال العقد هيبطل باعتباره مش عقد بيع. مش استاذ خليفه ناخد استاذه ناديه معانا على التليفون. اهلا وسهلا, اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم, يعني تحياتي ليكم. ميرسي, اتفضلي. تحياتي ليكم يا مصيبه ويا مدام امينه. الله يخلي حضرتك, ميرسي, اتفضلي. ربنا يخليك يا حبيبتي, اتفضلي حضرتك. عندك اي شكوى اي حاجه؟ بصي انا عامله لبناتي تمام. انا سامع حضرتك, اتفضلي. انا عندي عامله عقد بيع لبناتي, انا عندي بنات بس. ايوه, ما هو الصوت بيوصلك متاخر. لا انا سامعاكي حضرتك, اتكلمي وانا الصوت واصلني على طول. انت سامعانا من التلفزيون, وطي التلفزيون واسمعينا من السماعه وكلمي على طول يا فندم. اتكلمي على طول, انا سامعه حضرتك. انا لغيت التلفزيون اتكلم. طيب. بقى يلا حضرتك. طيب انا عندي عملت عقد بيع للبنات, عندي عقد بيع واقف على شرط اللي هو زي حق, اسمه حق رقبه او حاجه زي كده. للشقه اللي انا مقيمه فيها وشاليه. ايوه, ده شرعي ولا غلط؟ انا عقد بيع وكاتبين انه قبضوني الفلوس مثلا, طبعا ما خدتش حاجه. مدام ناديه, ايوه. هو بصي حضرتك, مش أيوة. مساله شرعي ولا مش شرعي. عقد البيع المعلق على شرط مؤجل لا يسري العقد الا اذا ما يمتلكوش كامل البيت الا اذا. اي عقد بيع واقف على شرط, اي عقد بيع او هبه واقف على شرط بيعطل استفادة المشترين اللي هم بنات حضرتك من العين لما بعد وفاتك يعتبر في حقيقته وصية مستترة في صورة عقد بيع. لو حد طعن عليها هتبطل. طب اعمل ايه يا استاذة اميرة؟ انا دايما اقدم نصيحة حضرتك, اعملي اولا عشان بس ايه منعا لشبهة الحرمانية, لان في ناس بتقول هو حرام نتصرف التصرفات دي ونحرم بقية الورثة. لا, الانسان طول ما هو عايش هو المالك لاشياء ويقدر يتصرف فيها بمنتهى الحرية, بشرط انه يكون قاصد يتصرف فيها. فاذا حضرتك عايزة ان في النهاية بعد عمر طويل بناتك هم اللي يورثوكي ومحدش يشاركهم, حضرتك اعملي عقد بيع للشقة والشاليه. أيوة. في نفس الوقت عشان تضمني ان بنات حضرتك نتيجه لاي حاجه في المستقبل ما يغدروش بيكي او جوازاتهم او اي مشكله من ده. الله ينور. ما انا بقول لحضرتك بتعملي عقد بيع نافذ, وبتعملي عقد البيع للشاليه والشقه, وبتعملي عقود ايجار ليكي طول العمر. فمحدش منهم يقدر يخرجك من الشقه ولا من الشاليه, حتى لو باعوها. يعني لو تصورنا جدلا اسوأ السيناريوهات وهم قرروا يغدروا بيكي وقرروا يبيعوا الشقه, هيبيعوها بعقد الايجار اللي انت عاملاه, محدش يقدر يخرجك منها. اعملي عقد ايجار وحددي ليه قيمه ايجاريه ومضيهم على ايصالات انهم استلموا القيمه الايجاريه مثلا لمده 10 سنين, ابقى انا كده في الامان. ان عشت محدش يقدر يخرجني من الشقه, لما اموت بعد عمر طويل هم ياخدوا الحاجات ومبروك عليهم, لكن ما يقدروش يغدروا بيكي. اشكر حضرتك استاذه نادية. استاذه وجيهه وصلت. اهلا وسهلا استاذه وجيهه, اتفضلي. يا استاذه وجيهه, يا استاذه وجيهه. طيب لغايه ما توصل مره تانية. حماتي ساندي بادي بتقولي حماتي اشترت لزوجي شقه, الشقه اللي انا متجوزه فيها, لكنها مكتوبه باسمها وعندها بنتين وجايبه لهم جهازهم وعينها لهم فلوس لباقي جهاز وجايبه لهم فلوسهم ذهب, وقالت ان للبنات بعد كده, انه للبنات. هل ده ممكن؟ يا
يعني ايه؟ معلش اقري السؤال تاني. حماتي اشترت لزوجي شقه لكن كان اللي انا متجوزه فيها لكنها مكتوب اسمها وعندها بنتين. استني بس خلاص. حماتي اشترت لجوزي شقه لكن كاتباها باسمها، تبقى الشقه شقه حماتك مش شقه جوزك باختصار كده. انا بدام اشتري اي حماتك مسكنه ابنها في الشقه محبه وجدعانه، لكن وقت القانون ووقت الجد ووقت الورث الشقه دي بتاعت حماتك. طب ثانيه واحده برضه، في حاجه ثانيه بتقول بنتينها بقى هي جايبه لهم الجهاز وعينا لهم فلوس. انا اجيب لعيالي كل حاجه واديهم كل حاجه واديهم فلوس وانا عايشه على حياتي. طب عيني. لو حصل لها حاجه مش ابنها ده؟ لا لو حصل لها حاجه الجهاز تاخده البنات لانه بتاع البنات، والشقه لانها بتاعه الحما تتقسم ملكيتها على الورثه حسب الانصبه الشرعيه. لو حماتك عايزه تخلي الشقه باسم ابنها لازم تغير عقد الشقه باسم الابن، لكن طول ما هي باسمها تبقى هي اللي مالكه ليها، والابن عايش على سبيل التسامح او الضيافه او المحبه او الجدعنه، والحاجات دي في القانون ملهاش وجود. طيب ناخد استاذه هيام، انا بحاول اخد كم اسئله كتيره جدا عشان حضراتكم. استاذه هيام اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم اهلا وسهلا استاذه اميره. اهلا وسهلا اتفضلي. اهلا وسهلا فندم، اتفضلي استاذه اميره مع حضرتك. بصي انا ورق يعني جوزي توفى. تمام. توفى جوزي توفى. ايوه سامع حضرتك اتفضلي. وعندي محل. وانا عملت من المحل ده شقه، وعملت من المحل شقه برضو، شقه خدها ابني فدفعها باسمه بس دافع فيها جزء من ميراثه. والشقه الثانيه قمت كتبتها لبنتي، قمت كاتباها لبنتي ودفع ويعني دلوقتي حطيت لها عقد من يعني بيع وشراء ليها بس. هل ده في مشكله ليها بعد كده؟ مدام هيام باختصار، كان في محل انت قسمتيه شقتين، كتبتي شقه من الايراد. من الايراد. من الايراد اشتريتي شقه لابنك وشقه لبنتك. الايراد ده لا ما اشتريتش شقه لابني وشقه لبنتي، اشتريت لابني شقه بجزء من ميراثه وكملت له بيها من المحل. كويس. لكن اساس الشقه الثانيه من المحل بحالها بمحتلها كلها كانت باسمي. كويس. فدلوقتي انا كتبتها لبنتي. كويس برضو. ايراد المحل ده، ايراد المحل ده المفروض يتوزع بينكم انتوا الثلاثه كل واحد حسب نصيبه الشرعي، هما ما بيقسموهوش؟ حاليا بنقسم. قبل كده بياخد النص وانا والبنت النص. قبل كده ما كنتوش بتقسموا؟ لا قبل كده ما كناش بنقسم. طب معلش هسالك سؤال محرج، بتقسموا بورق؟ يعني ولادك بيمضوا انهم استلموا؟ لا 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 ما يعني ما فيش تفرقه عنصريه. طب ال 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 اداره المحل في ايد مين؟ في ايدي. في ايدك. يا بصي حضرتك، انت اشتريتي شقه باسمك وبعدين كتبتيها باسم بنتك، واقع الحال في ايراد المحل انت ليكي انت نصيب وبنتك نصيب، صح؟ فانت كانك خدتي من ايراد المحل نصيبك ونصيب بنتك، اشتريتي بيه شقه لنفسك ثم رحتي نقلها باسم بنتك، بينما شقه ابنك انت خدتي جزء من الايراد وكملتي له عليه من نصيبه في الميراث، صح؟ انا مش شايفه في حاجه غلط. بشكرك يا استاذه هيام. انا مش شايفه في حاجه غلط هنا. انا امتى هيبقى في مشكله؟ لو جه ابنك في يوم من الايام وقال انا ما قبضتش ايراد المحل، مش هيتكلم على الشقه هنا، هيقول انا ما قبضتش نصيبي في الايراد، ومن يوم ما والدي توفى يوم كذا انا ليا نصيب قد كذا، مع ويرفع على حضرتك دعوه حساب ويقول لك تعالي حاسبيني. لكن الشقه خلاص انت في حياه عينك الشقه كانت باسمك، كنا نقلتيها باسم بنتك عقد بيع وشراء، يبقى العقد صحيح. طيب استاذه زينه محمد بتقول عايزه اعرف الاحفاد بيورثوا من جدهم اللي ابنه توفى، والاحفاد الاحفاد بنتينه بنتين ما يحكم على بنات. حد ولا حد يشوفها. الاحفاد بيورثوا في الجد او الجده، لو الام او الاب توفوا بيورثوا في جدودهم، ويسموا في الشرع اصحاب وصيه واجبه. يعني مفروض فلانه ابنها يورث وبعدين نصيبه في الميراث يروح لاولاده. لو الابن ده توفى يبقى نصيب الاب، نصيب ابوهم اللي هو ونصيب ابن المتوفيه بيروح للاحفاد بحسبه اسمها اصحاب وصيه واجبه. ولما الناس بتروح تطلع اعلام وراثه بيحددوا نصيب الاحفاد قد ايه بالظبط. بس خلاص. طيب وايه الموقف القانوني لو مرضيش يديلهم حاجه؟ هو مين؟ الجد.
ما هو ايه الموقف القانوني لو اي هو ايه يعني ايه ما رضيش يديلهم حاجه؟ هو الجد ما دام عايش يبقى حي، هم بيورثوا فيه لما يموت. قفش على مرات الاب، مرات الابن. الجد الاحفاد بيورثوا في جدهم لما يموت مش وهو عايش. لا يا حبيبتي، هي هنا زينب بتسال ان الابن مات وولاده موجودين، ولاده هل الولاد دول يورثوا من الجد؟ يورثوا من الجد لما الجد يموت. طيب اه لما الجد لما يموت، لكن وهو عايش هيورثوا منه ازاي؟ الاحفاد أوكي. اصحاب وصيه واجبه لما طيب. الجد او الجده بيموتوا طيب. مش وهم عايشين. استاذه في جالة حاجة، هي جتل اسمها كبير قوي كده، اسمها جالة والدي اتجوز في شقة جدتي، وجدي توفى وابويا ايضا، واحنا ولد وبنت قاعدين مع امي في الشقة، واختي اتجوزت وسافرت، ينفع اقعد مع امي واتجوز في الشقة؟ لا، لما تبقي انت حفيدة المستأجر الاصلي عقد الايجار لا يمتد لك، ولو قعدتي ولو دلوقتي الاصل كانت جدك او جدتك هما المستاجرين، وبعدين والدك امتد له عقد الايجار، وبعدين والدتك كانت مساكنه لوالدك فقاعده مستمره، انما بعد عمر طويل لو والدتك توفت بعد عمر طويل لا يمكن يمتد لك عقد الايجار لانك حفيده المستاجر الاصلي، وهتمشي. استاذه اميره انا النهارده بجد استغليتك، انا بشكرك جدا. انا فرحت بجد. انا فرحتك النهارده، بس انا معلش انا اسفه كان عندنا اسئله كتيره جدا فكان لازم اسالها كلها. بشكرك تحت امرك. وبعد الفاصل اصدقائنا الستات ما يعرفوش، هتحضري؟ لا، ما الستات ما يعرفوش يطبخوا، هبه من القاهره تعمل بتنجان بالفراخ. على فكره انت وحشينا في المطبخ والمايونيز. خليكي محضر خير، انا كنت في المحكمه من الساعه 8 ومش شايفه. طيب نطلع الفاصل ونرجع بعد كده مع الستات ما يعرفوش يطبخوا. مطبخنا النهارده فيه مسقعه بالفراخ، غير المسقعه اللي كانت موجوده في صغيره على الحب، ده على كلام هبه اللي منورانا النهارده. منورانا يا هبه. انت اول ما شفتيه قلتي على فكره البتنجان النهارده مختلف عن بتنجان صلاح لسميحه. صلاح لسميحه ربنا يستر يا هبه بصراحه، لان في سميحه كتير وصلاح كتير بيتفرجوا علينا. اهلا وسهلا بيك. انا مبسوطه اني معاكم النهارده. طبعا اللي ما شافوش هو فيلم صغير على الحب، يعني سعاد حسني ونور الدمرداش. انت لسه صغيره، ده جميل جدا. وبعدين المسقعه اتعملت بكل انواع الورق اللي كان موجود في الفيلم ساعتها. 14 سنه. هتقولي لنا مقادير؟ تمام. يلا. عندنا بتنجان ونص كيلو فراخ بانيه، تمام، وبصله ومعلقه ثوم مفروم وفلفل الوان مكعبات وموتزاريلا كوبايه، تمام، ومعلقتين زيت وثلاث معالق مايونيز وملح وفلفل. اوكي يلا. أوكي. يلا بينا نشتغل. انا معاكي اهو، انت شوفي انت عايزه ايه. انا مسخنه لك دي شويه كده وانت الزيت وكده زي ما انت عايزه. انا بس هعلي لك النار شويه كده. انت خريجه اعلام صح؟ كليه الاداب. اداب اعلام. ايه بقى بعد ما خلصتي هتعملي ايه؟ انا بدرس دلوقتي. صحافه ولا هتخشي؟ لا انا اصلا كنت شعبه علاقات عامه. علاقات عامه. حلو ده. بتدرسي ايه بعد الدراسه؟ كان دعايه واعلام. على فكره انا مسخناها فعشان بس ايه تبتدي تحطي على طول. ده العادي بتاع المطبخ بتاعنا. وس احنا فينا من الحركات دي. احنا فينا حركات كتير. بس استني هقول لك انا. يلا. مين علمك الطبيخ يا هبه؟ هي بتبدا على فكره من جواك انت بتبقي عايزه تخشي، انت حابه. بس تعرفي تعملي ايه تاني غير مسقعه بالفراخ مثلا؟ اكيد دخلتي اتعلمتي من حد يعني. ماما طبعا. طب علمتك ايه تاني غير مسقعه زي ما في ده؟ عشان طبعا جت عينا ايام الواحد كان شايل المسؤوليه صح؟ مضطر اخاك يعني. يعني لو تعبت شويه لو حصل ظروف يعني. برافو عليك. فاهمه؟ ربنا يبارك فيك. وبعدين على فكره احلى حاجه ان انت تبقي عارفه تطبخي. يعني الموضوع حتى لو انت او ما بعرفش اطبخ بلاش تلقيح الكلام. مش احلى حاجه ممكن احلى حاجه ان الواحد يتعلم يطبخ، لكن اعرف اطبخ كده ده اتعلم اطبخ صح؟ تبقي عارفه بس باختيارك بتعملي او ما بتعمليش، بس تبقي عارفه عشان لا بس اللي عجبني في كلامها ان انت كنت بتشيلي من 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 مامتك، يعني واضح ان كان في نوع من الاسريه في حميمية في الاسره بتاعتك. من واضح انك شايفه وحاسه ان مامتك تعبانه فانت بتساعديها. لا يعني لو جت فتره يعني جت فتره تعبت مثلا فانت مضطره بقى انك تستسلمي للامر. مضطره ولا انت بتعمليها عن 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 ايه جبر خاطر؟ يعني انت مبسوطه انك بتساعدي مامتك مثلا تقولي لها والله يا ماما النهارده هطبخ. مش مقتنعه. مش مقتنعه بكلامي. قولي على طول. قالي انت قولي. الموضوع مش يعني مش موضوع اضطرار. انت ممكن تتحطي في الاول ان هو ايه يعني ما فيش غيرك في البيت
فهتعملي بعد كده بقى الموضوع بيجي ايه، لا انا عايزه اعمل الموضوع طلع لذيذ الموضوع فاهمه. وانت لو شفتي اكله في التلفزيون مثلا وعجبتك تخشي تجربي. احنا هنا المطبخ بتاعنا كل يوم في اكله مختلفه يعني كل اصدقائنا معجبين بالمطبخ ان في كل يوم اكله مختلفه. يعني لعلمك انا في يعني في الاول لما كان الاكل ما يظبطش معايا كنت بتضايق جدا، وماما كانت تتضايق ولا بتعنفك يعني تقول لي لازم تجربي و... لا تقول لي لازم تجربي هيبقى احسن. يعني البصله دي هتفضل ايه بقى لغايه ما المفروض تدبل؟ اوكي. وبعد كده نحط ايه؟ الثوم. الثوم تمام تمام. انت هنا الثوم معلقه ثوم مفروم معلقه. والبصله قد ايه؟ نقول بصل واحد. دايما يا مفيده لو لاحظنا الاكل يا جماعه كله بطريقه واحده، البنات اللي بيتعلموا دايما البصل بعد ما يدبل بنحط الثوم لان الثوم بيتحرق فبنأخره شويه. اه خلاص انا كمان انا دي قاعده بس خلاص يا سمنه يا زيت عشان وبعدين البصل وبعدين البصل بعد البصل احط الثوم علشان الثوم ما بيستحملش. أيوه. وتشوفي بقى الخضره اللي هتتلون وابتدي احط الصلصه بقى لو او اللحوم او كده او الفراخ. اوكي حلو برضه سريعه وسهله. اه وتبقى حلوه قوي سندوتشات كمان تبقى صح تبقى لذيذه. وممكن جنبها مثلا لو حبه رز خلاص كده يبقى انت طبختي يعني ممكن تقلبيها سندوتشات وممكن تحمر حبه في العيش المكسيكي اللي كان علمه لنا شيف محمود. قلت له النهارده تديني الطريقه حلوه قوي كان عمل عيش حلو قوي. المشكله في الرز بقى ما بيظبطش معايا. ما بتعرفيش تعملي رز؟ يعني طباخة هايلة بس الرز. انا في الرز استاذة انا اعملك الرز بس مفيدة فردت عليكي يعني. يا اما انواع رز يا اما يطلع معجن. في بالشعرية انا بحب بالشعرية. في اصفر في بسمتي بسمتي وفي بشوف في صيادية وجمبري الشيف محمود بيقول لي احنا كده دلوقتي بنحمر كله مع بعض. اوكي ياخد وقت قد ايه كده تاخدي لغايه ما لونها يتغير؟ 10 دقايق لحد ما لونها يتغير وتبقى استوت يعني. طب انت في الاثناء دي بتكوني شاويه البتنجان ومقطعاه مكعبات. اوكي هو كده البتنجان جاهز خلاص. ده شرايح انا شايفه شرايح مش مكعبات. هي الفراخ تتعمله بعدين. بعد كده نحط الفلفل. انا يعني المفروض مش بيحصل في احسن العائلات ده العادي من بنك مصر يعني اكتر حاجه انا بعد كده تحطي الفلفل بعد الفراخ. يعني ما يحبش ان هو يتحط معاه عشان ما يتبلش قوي. يبقى لسه محتفظ بقوامه. طب انا ملاحظه ان انا اللي بقلب انا شغلتي في المطبخ دي بقلب الطبيخ. طيب عايزه تقدمي معاه ايه النهارده يعني هبه؟ ايه الاكله دي هتقدمي معاها رز ولا معايا ولا عيش؟ يعني تبقى حلوه قوي مع عيش محمص. عيش محمص وسلطه. طب تعالي نحط الفلفل الاخضر بقى. يلا انزلي بما انك كنتي مولعه الشوايه. شيف محمود مره عمل على الشوايه جاب عيش شامي كده ودهنه وعمل تتبيله عمل زيت زيتون وثوم وزعتر وريحان وحاجات حلوه وحمره وشواه على الشوايه. انا اخر مره عملتها لاصحابي وكده ما عرفوش ادي قوي طعمها حلو بس ايه مش واخدين بالهم انها مسقعه. مش واخدين بالهم يعني هي طعمها حلو بس ايه يعني باذنجان مع فراخ مع عشان عارفه ليه؟ عشان اعتقد ان البتنجان مع الفراخ مع الفلفل عمل مع المايونيز كمان. لسه بنحط مايونيز. احنا اتعودنا فينا مسقعه لحمه مفرومه او بشاميل وبتاع وتدخل الفرن بشكل ده. احنا قلنا نغير بقى. طب انا ملاحظه ان انت قاعده بتتفرجي عليا واخده بالك يعني. طب خلاص اوكي. وعلى فكره دي من غير طماطم كمان فيعني ولادنا ما بيحبوش الصلصه في الاكل خالص بيحبوا الاكل بتبقى تقيله بصراحه. هي كده اخفت كتير قوي كمان. طب ايه انا خلاص اعمل ايه بقى تاني؟ عايزين نشوفها استوت ولا ايه؟ طب هتعرفي ازاي انها استوت بقى؟ احنا هندوق. هتدوقي ايه؟ الفراخ. طب ما لسه باين يعني. بس احنا بس علي تعالي نحط عشان نوري كل اصدقائنا وبعدين نحطي ملح وفلفل هناك اهو. ما حطناش ملح وفلفل. دول؟ ولي طعيمي. هاتي انا هو لحد كده مكونات تشاينيز. يعني فلفل الوان. بس مكعبات التقطيع مكعبات. طب ده تعرفي تحطي ملح؟ طب ليه نحطي ملح؟ تاني لو غطينا شويه ممكن نحط لوحده تستوي اسرع وتاخد مع البخار وكده يعني. يعني نغطيها ولا نحط حاجه تانية؟ ما بتفضليش تتغطى؟ لا تعالي نخلص الطبخه عشان نوريها لكل اصدقائنا. انت عايزه بوله ازاز دلوقتي هاتيها انا هجيبها لك. تعالي تقلبي. طب بعد ما تدخلي بقى دعايه واعلان وكده يعني هبه عايزه تعملي ايه بقى بالدراسه اللي هتعمليها؟
حبيبتي. انا نفسي اشتغل في الدعايه والاعلان. دعايه واعلان حلو ده. في افكار، في ابتكار، يعني كان لذيذ قوي كمان عندنا في القصه. هي بتحبي التصوير، بتحبي المونتاج، بتحبي ايه في الاعلان او الافكار نفسها؟ يعني مثلا مشروع التخرج بتاعي كان مطلوب ننفذ حمله اعلاميه، فانت بتختاري قضيه بتهم المجتمع او بتمس، او ازاي بقى هتقدميها وازاي هتعمليها. طب اخترتي ايه موضوع ايه؟ انا والجروب بتاعي اخترنا موضوع الحريه مسؤوليه. وعملتوها ازاي؟ ايه اللوجو بتاعها كان مثلا لو حبيت مثلا؟ الحريه مسؤوليه لازم نمارسها صح. ماشي. ايه الرسمه؟ الرسمه بتاعت الحمله دي، البوستر بتاعها، البوستر، لان اكيد اكيد اول حاجه هبص عليها مش الاسم، بيبقى الصوره. حطيتي ايه؟ عملنا اعلان تلفزيوني واعلان راديو واوت دور وبريس. برافو عليك والله ما شاء الله. طيب انا دلوقتي شايله البتنجان، اعمل ايه؟ وجبت لك البول. ها طب ده يعني احنا عايزين نقطع المكعبات. هتقطعيهم كده هم متقطعين. فانا ايه هعمل لك عشان نلحق وقتنا؟ ده للتقديم خلاص، مش تدخل الفرن ولا حاجه؟ لا لسه كده، انا حطيتها لك صح. تمام. نحط بقى الفراخ. يلا دي اكلتك والله. الطاسه تقيله. الطاسه تقيله. ايه ده؟ ايه ده البنات اللي انا هحطها لك من عينيا الاثنين صح كده؟ تمام. ربنا يستر وما تقعش. تمام. وبعدين يا استاذه هبه نجيب بقى المايونيز. نحطه. هنحط بقى كل المايونيز. هبه هي نوع من السلطه يعني مش كده؟ هي نوع من السلطه. لا ده انت لسه هتحطيها في الفرن. هي يعني ممكن تعمل سلطه لو انت مش عايزاها في الفرن مثلا. اديني معلقه كده عشان ما بعرفش اقلب غير بمعلقتين. بس بصي بقى المايونيز ساح اهو، واصبح ما بقاش مايونيز عادي يا منى، انت عارفه دخل كانه صوص طعم الحاجه. بالظبط طبعا صوص. بس للاسف انا ممنوعه من مايونيز. ممكن زبادي. ممكن زبادي. ممكن بدل مايونيز. عملتها مره بزبادي. طب لذيذ حلو ده. معلقه مسترد صغيره. طب قولي لي بقى ايه بقى بعد كده؟ خلاص تمام كده، احنا كده خلصناها كده، الاكل خلصت. ده حلو قوي. ايوه يعني كده خلاص انا خلصت على الوش منها. وكل اللي عليا ان انا اعمل ايه بقى؟ احطها لك في البايركس. طب ما كنت انا جيت طبختها. صراحه جميله وسهله ورائعه يعني هبه، وريحتها حلوه قوي. طب والله سهله، ممكن اي زوجه لسه جديده تعملها وتجربها في جوزها النهارده وتقول لي الاكله دي بتاعتي. الاكله حقوق الملكيه. الملكيه الفكريه بتاعه هبه يا شباب اللي بيتفرج علينا. ازاي قايله الشيف محمود؟ بس انا عايز اقول لك حاجه بقى، انا لو انا كمان اللي هعملها هكتر شويه البتنجان، يعني هعمل بتنجان اكتر شويه. تعالي نرش عليها جبنه. لا هو جمالها انك ما تحسيش اللي بياكل، لان في ناس ما بتحبش البتنجان لكن مغذي قوي، فوائده هايله. ايه بقى رايك نحط جبنه؟ نحط بقى جبنه على الوش. واخده بالك ان انا حافظه؟ حافظه مش فاهمه. طب صح كده؟ تمام. دي جبنه موتزاريلا. صح كده؟ طب ممكن تحطها لي في الفرن بقى. يلا اتفضلي. يلا. طب خيطك. بتقعد بقى في الفرن قد ايه يا هبه؟ هي دوبك الجبنه تسيح وتاخد وش كده، تاخد لون كده الجبنه تسيح. وادي الجزر بتاعنا. لكل اصدقاء حلو ده لونها. بعد قد ايه قلتي هي في الفرن؟ هي الجبنه تسيح وتاخد الوش الذهبي لانها كلها مستويه. ايوه بالظبط. تاخد لون بقى سجول. وانا اعتقد انت تحبي حاجات زي كده طبعا. تحبي طبعا. وهدوق من ايد هبه يعني طبعا، يعني تسلم ايدك. عشان جايبه معاكي اكل ايه النهارده؟ النهارده بس شايفاكي داخله بسيزا. غدبت على كل الاكل واخدت شوربه خضار. جايبه شوربه خضار؟ شوربه خضار بس. طيب انا بشكرك يعني... طبعا يا هبوبه. وهندوق حالا اكلك. وتسلم ايدك يا مفيده، تعبتي قوي النهارده. نشكركم. وعلى فكره بكره هيبقى عندنا الفقره الدينيه، استاذه سهير كانت هتقول لنا عنوانها، ولكن كنا بنفكر مع بعض نقدم حاجه ليها علاقه بالعنف الزوجي اللي انا كنا بنتكلم عليه امبارح. نشوف وجهه نظر الدين في الموضوع ده. وبكره ضيوفنا مفاجاه ان شاء الله في الفقره الدينيه. نشوفكم على خير وحلقه جديده. والستات ما يعرفوش يكذبوا ابدا خالص والله. السلام عليكم. ميرسي يا مفيده.